دكتور عرف معايا ازاي المالجنال تيومر بينتشر. يعني ايه؟ من ساعة ما المرض يطلع من الخلايا اللي هي المونوكلونال زي ما قلنا تطلع من مثلا ليفر، زي ما انا رسمت لك كده ليفر اهو، ازاي يقدر يوصل للبلاد فيسل ويخرمه ويمشي في تيار الدم ويروح مكان تاني بعيد، ولما يروح المكان البعيد ازاي ينط على الاورجن، وده اللي اسمه ميتاستاسيس. طيب ده اسمه ايه؟ اسمه ميكانيزم اوف سبريد. اللي بالك في العنوان عشان ما تخش في الامتحان. ميكانيزم يعني الطريقه اللي بينتشر بيها الورم. روتس خدناها في الاول، الطرق اللي بيمشي فيها اللي هي الليمفاتيك سبريد وبلاد سبريد وترانسيلوميك سبريد ودايركت سبريد. دي هتخش عاملها برضه؟ لا، دي ازاي هنشوف بقى ازاي بينتشر يوصل للبلاد فيسل ويمشي في البلاد فيسل وبعدين يروح للاورجن وازاي ينط على الاورجن التاني البعيد. انما روتس يعني الطرق اللي بيمشي فيها عن طريق الدم بقى زي ما قلنا، لو هو بلاد سبريد جاي منين ورايح فين؟ جاي مثلا من السيستميك اورجنز لازم هيشرب في اللنج، جاي من اللنج لازم يروح كل السيستميك اورجنز، جاي من الجي اي تي يروح ينشأ في الليفر، كل الابدومينال الفراسك والابدومينال والبلفيك يروحوا ورا عن طريق البكتيريا كلهم عن طريق البارابكتيريا سيستم وفين. انما دي الطرق اللي يمشي فيها، انما ازاي يمشي بقى؟ ازاي يمشي ويوصل للبلاد فيسل او الليمفاتكس؟ تعال نشوف. اول حاجه لازم تعرف ان البط الخلايا السرطانيه اللي انا اسمها الازرق هنا دول، شوف مالينا دول لونهم ازرق وبيكون سعرهم كبير، مالهم بقى؟ لازقين في بعض. اللي لازقهم في بعض ماده اسمها اي كادهيرين. اي كادهيرين ده الجلو، ده السمك. طيب علشان يتحركوا بسهوله لازم كل واحده تسيب الثانيه تفرفط. يعني ايه؟ تبقى كل واحده لوحدها عشان تقدر تمشي بسهوله. طيب يبقى اول حاجه تحصل لوس اوف سيلولار كوهيجن. ليه؟ عشان اقدر اتحرك بسهوله. على فكره لو الورم اوريدي خليه واحده بس جاهزه زي مين؟ زي الاندفرنشيت او زي الساركوما. لو الساركوما سواء هي ديفرنشيت او اندفرنشيت سنجل سيلز لوحدها وسبيد تشيب سيلز، ولو اندفرنشيت كارسينوما برضه بخلايا لوحدها، يبقى سهله الحركه وتنتشر بسهوله وبسرعه. وده اللي احنا قلناه، عشان كده هو اوحش. الاندفرنشيت ليه اوحش؟ لانه بينتشر بكل خلايا لوحدها تمشي لوحدها. طب لو هو ويل ديفرنشيتد، لا الاول لازم لوس اوف سيلف كوهيجن، وده بياخد وقت عشان الخلايا تفرفط من بعضها. طيب قلنا نورمال سيلز ار جلود توجذر باي مولكيولز كولد اي كادهيرينز، تيومر سيلز لوز ذا نورمال كادهيرين اكسبريشن الاوينج ذيم تو ديتاتش لوزينج اب، كل واحده تبقى لوحدها. طيب ثاني حاجه بقى تمسك في الارضيه بريسبتورز مشتركه عشان اقدر امشي واتحرك. خلي بالك الخلايا الطبيعيه ما تقدرش تتحرك، يعني الهيفاتوسايتس اللي بتتكلم عن ليبر هو مثلا ما بتتحركش، بس الخليه السرطانيه تقدر تتحرك. الله يا نهار ابيض، ايه ده ازاي؟ جابت اكتين ومايوسين من هنا ولا فيلامنتس وقدرت تتحرك؟ ما ده بقى الاختلاف، بقول لك لا هي تتابع الفسيولوجيكال بروسيس اللي تعرفه. يعني انا اعرف خليه الهيفاتوسايتس ما بتتحركش، لا المريض ما نزلت عيدها تتحرك وهتمشي هتشوف دلوقتي. يبقى تاني حاجة اتاتشد تيومر سيلز ريسبتورز تو ماتريكس كومبوننتس اللي هم لامينين وفايبرونكتين اللي احنا خدناهم بتوع الأرضية. في لازم تشرح بين الاثنين. طيب تالت حاجة بقى يا دكتور، أولا دي رسمة هناخدها فيما بعد، دي الخلايا السرطانية اللي رسمها لك، يحصل لوزنينج زي ما قلت لك واتاتشد ريسبتورز بأرضية مشتركة لغاية ما توصل بلاد فيسل. بس خلينا الأول نكمل هنا نفس الكلام. دول خلايا سرطانية، دي سرعة عندك لوزنينج وانتر سيلولار جانكشن. اول حاجه الخلايا ما تبقاش لازقه ببعضها، هي الاول كانت لازقه ببعضها دلوقتي ما بقتش لازقه ببعضها. تاني حاجه اتاتشمنت ريسبتورز مشتركه اهي للارضيه او البيزمنت ممبرين. طيب لسه ما قلناش الباقي بقى، الباقي اللي هو ايه؟ تبتدي تحفر طريق. دكتور بص، تبتدي تحفر طريق، ما تنساش ان في نورمال سيلز في وشها. دكتور انت بتبص فين؟ بص هنا. ما تنساش ان هي ماشيه عملت لوزنج اب واتاتشمنت للماتريكس ريسبتورز مشتركه، في خلايا نورمال في وشها. طب اعمل ايه؟ لازم افتح طريق عشان اعدي في وسطيهم. طيب افتح طريق ايه بقى؟ هو ده اللي مهم جدا، افتح طريق كده عشان اقدر اعدي وامشي في النص بين الخلايا النورمال. طب الطريق اللي هفتحه ده هعمله ازاي؟ يلا يا دكتور. الطريق اللي هفتحه ده هعمله ازاي؟ اول حاجه بفرز انزيمز عشان اكسر طريق وافتح طريق في الارضيه. طب خلي بالك ده يدمر لك ايه؟ ده يدمر لك الخلايا اللي كانت في وشك، وعشان افتح طريق هفرز انزيمز. الانزيمز دي بتدمر، بتدمر الارضيه عشان تحفر، بتدمر الخلايا اللي نايمه على الارضيه، وده اللي بيموتك الاورجن. عرفت ليه بقى؟
لو واحد عنده سرطان بيحصل له اورجان فيلير ليه؟ لان بيتدمر. طب ليه بيتدمر؟ ما انا عشان امشي اوصل للبلد فيسل لازم اكل كل اللي في وشي عشان افتح طريق. عشان افتح طريق هموت كل اللي في وشي تبقى فيه من نور. يعني لو عندي شويه خلايا نور شغالين مش مالجنن برضه ادمرهم عشان افتح وقت ثاني وعندي من خلاله. سيبوا يا دكتور خلاص وفي ناس ثانيه جايه سيبوا سيبوا اقعد تفاهم. يبقى ديجريديشن اوف اكسس سيلر ماتريكس ادمر الارضيه عشان افتح طريق. طب مين نايم على الاكسس سيلر ماتريكس؟ الخلايا النور. يبقى انا هدمر عليه كمان. باي بروتيك انزيمز في افز الانزيمز بقى الكيومر سيلز وكمان تضحك على الماكروفيجز. بالله بقول لك ايه؟ افرزي معايا انزيمز عشان اعدي ولما اعدي هبقى اشوفك بعدين. دي حاجه كده حلوه تضحك عليه. يعني اللي بيفرز الانزيمز دي وجدناها الكيومر سيلز تفرزها وكمان الماكروفيجز تقدر الكيومر سيلز تشغل الماكروفيجز لمصلحتها. يعني البروتيك انزيمز سكريتد باي تيومر سيلز اور ذا ستيمولييتد هوست سيلز فايبروبلاست والماكروفيج. طب ايه الانزيمز اللي بتفرزها بقى؟ لازم تحفظ اساميهم. طيب فور كولاجينيز وده يدمر لك البيز ميمبرين بتاع اي ابيثيليوم. وكاثبسين دي وده يدمر لك الانترستيشن الارضيه نفسها. يعني دمر البيز ميمبرين او الارضيه بحاجتين. اول حاجه طيب فور كولاجينيز بيدمر الكولاجين اللي هي جزء مهم من الارضيه والبيز ميمبرين وكمان كاثبسين دي اللي بيدمر لك الارضيه نفسها الانترستيشن. طيب خلي بالك ان دول كانوا موجودين برضه في اللايزوما الانزيم. يعني البوليمورس والماكروفيجز عندهم في اللايزوما الانزيمز في الباكيول بتاعتهم الكولاجينيز والكاتبسن دي وجبت بقى سيرتهم قبل كده. كنا بنموت بيهم المايكرو اورجانيزمز اللي بندعها من لابراسيتوريز. ولو هربوا مني لو خرجت كميه كبيره زي ما خدنا في يدمروا الارضيه. طيب Degradation of excess cells is very important for the tumor cells to create passageways تفتح طريق for their migration عشان تقدر تمشي. خلي بالك ان كده بالمعنى ده دمرت الخلايا النورمال اللي كانت في وشها. وانا هفتح طريق خلال مين؟ خلال الخلايا النورمال. انا هفتح طريق اموت الخلايا النورمال كمان. يبقى ثالث حاجه Degradation of excess cells. يبقى نمره واحد يا دكتور عشان ما حضرتيش الخلايا لازقه ببعضها بماده سامه اسمها ايكادهيرين. عشان اقدر اتحرك بسهوله لازم كل واحده فينا تسيب الثانيه وابقى لوحدي فرفض من بعض. يعني نسيب بعض وكل واحده تبقى لوحدها اسمها لوزنج اب. طيب ده معناه ايه؟ ان انا لازم افقد البيو السمك اللي هو الايكادهيرين ده. طيب وبعد ما فرفضت من كده امسك من الارضيه بريسيبتس مشترك الارضيه فيها لامينين وفايبرونكتين امسك فيهم بريسيبتس مشترك ثم ابتدي افتح طريق علشان اقدر امشي لان في خلايا نورمال في وشي اقدر اخبط فيها. عشان افتح طريق لازم ادمر الخلايا النورمال وادمر الارضيه. طب افرز انزيمز عشان افتح طريق وادمر اللي في وشي اعمل ايه؟ افرز بروتيك انزيمز اللي هم ايه اشهر حاجه تايب 4 كولاجينيز وكاتبسن دي. طيب اخر حاجه بقى ابتدي امشي اتحرك مايجريشن او ريتيو تيومر سيلز باي سودوبوديا. ايه ده؟ سودوبوديا بتاعت البوليمورفز الماكروفيجز الخلايا المالجنه اللي هي لو الفاجوسايتس مثلا الخلايا الفاجوسايتس ما كانتش اصلا تتحرك دلوقتي بما انها تيومر سيلز تقدر تعمل سودوبوديا دراع يمين ودراع شمال وزوج جسمي للدراع. دراع يمين ودراع شمال وزوق جسمي للدراع وبالطريقه دي اقدر احرك. طبعا ده يستلزم ان يكون عندي اكتين فيلمنتس. طيب خلي بالك بقى مين اللي بيخلي التيومر سيلز تمشي في الطريق ده عشان توصل للبلاد فيسل؟ اكيد شمت. يعني ليه ما تمشيش كده؟ البلاد فيسل اهو ليه ما تمشيش فوق او تحت؟ هي عارفه ان البلاد فيسل طوال في سايتوكاينز بس التيومر درايفز. يعني اول واحده مشيت خرجت مواد فاللي جاي بعديها شممها. طول ما انا شامم المواد دي عارف ان انا ماشي صح. لو مشيت يمين مش هشم السيتوكاين فلا يبقى غلط يبقى انا هحول الطريق ارجع تاني. لازم امشي في الطريق اللي قبليه مشيت فيه اللي هي. طب تقول لي اول واحده بقى مين قال لها؟ الله اعلم. يبقى ميدييتد باي تيومر درايف سيتوكاين اللي هي اسمها موبيليتي فاكتور ما حاجه اسمها اوتوكراين موبيليتي فاكتور ماده اسمها اوتوكراين موبيليتي فاكتور التيومر سيل اللي جاي بعديها يشمها فتمشي صح وراها. طيب في حاجة تانية مساعدة خلي بالك حاجتين كمان مش حاجة واحدة. نمرة واحد نيجاتيف تشارجز. يعني خلي بالك كل خلية من دول عليها نيجاتيف تشارج. طيب أنا نيجاتيف وأنت نيجاتيف يحصل بينا إيه؟ ريبالشن. طب ده يعمل إيه؟ أزقك وتزقني. طيب إذا كان مفيش غير طريق واحد هو اللي مفتوح وأنا عمال أزقك أنت بتزقني غصب عنك هو طريق واحد فأنا عمال أزقك ونخبط في بعض هتمشي في الطريق ده الوحيد المفتوح هتروح داخل فيه غصب عنك هتتزق جوه. المزايا دي نمره اثنين. يبقى اول حاجه ساعدتها ان هي شمت مواد سيتوكاينز يوم اوف درايف سيتوكاينز. ثاني حاجه ان احنا كلنا نيجاتيف. ثالث حاجه لوس اوف كونتاكت انهيبيشن جت سيرتها تاني. اسمه ايه بقى الماده اللي بتعمل كونتاكت انهيبيشن؟ اسمها ايه الماده الكيميائيه؟
الترانسفورميشن فاكتور بيتا اللي هو كالون تلك. لو انت واقف مثلا اهو قولها تاني. لو انت بتتكلم مثلا عن الابيثيليوم اهو، الابيثيليوم ده في خلايا هنا، لو الخليه دي بيجي لها ماده كيميائيه من هنا وبيجي لها ماده كيميائيه من هنا، ف وبالتالي الماده دي بتعمل لها انهيبيشن والماده دي بتعمل لها انهيبيشن، فلا تتكاثر بنط بوليفيريت لا على الناحيه دي ولا على الناحيه دي. لو دي ماتت ما بيجيلهاش انهيبيشن لماده كيميائيه فتتكاثر هنا. طيب ولو دي ماتت ما بيجيلهاش ماده كيميائيه تعمل لها انهيبيشن فتتكاثر هنا. طيب ايه علاقته بقى بالموضوع بتاعنا؟ كونها فرفضت من بعض مفيش حاجه لمساها، مفيش حاجه عملها انهيبيشن، فتتكاثر بعنف. طب وايه يعني؟ لما تكاثر بعنف فالدنيا زحمه كلنا نيجاتيف تشارج بنزق بعض. تخيل متخيل الموقف كلنا نيجاتيف فبنعمل اكسبلجن بنزق بعض. ثانيا عاملين تكاثر بعنف كميه كبيره جدا ومفيش غير واحد بس المفتوح، صفوف بقى داخل الطريق ده عمالين نزق بعض وكمية تكاثر بكميه كبيره ومفيش غير طريق واحد، فكلنا عاملين نخش في الطريق ده بكميه رهيبه. تخيل موقف يبقى ثلاث حاجات تعملها مايجريشن. طبعا بتمشي ازاي؟ بتمشي زي ما قلنا بسودوبودي. طيب ايه بتعرف الطريق منين للبلاد فيسل؟ حاجه بتشمها هيومن درايف سيتوكاين اسمها موتوكاين موبيليتي فاكتور. طيب ايه اللي بيساعدها؟ ان هي عليها نيجاتيف تشارجز كلهم بيعمل بالجن. ايه كمان؟ لوس اوف كونتاكت انهيبيشن بيعمل ايه؟ بيخلي الخلايا تتكاثر بعنف، يبقى زحمه كلنا نيجاتيف بنزق في بعض ومفيش غير طريق واحد، والطريق ده اللي شامل فيه هيومن درايف سيتوكاين فماشي فيه غصب عنه وعارف ان هو ده الصح. طيب تاني مهم جدا دكتور، انا قبل ما تيجي قلت لك لو قلت لي انا احط سؤال في التيمز احط ده كتير مش ما سمعتيش الجمله دي، يعني ده من اهم الاسئله في التيمز. اللي بيحط التيمز يعني من كتر ما هو يعني مهم ممكن ما يجيبهوش، يعني عارف ان كله ذاكر بس هو اهم واحد بيحبوه جدا. تاني اربع حاجات قلناها اللي هي ايه؟ العنوان اسمه ميكانيزم اوف سبريد، ازاي الورم بينتشر عشان يخش في البلاد فيسل او الليمفاتيك وبعدين يروح مكان بعيد يروح للميتاستاس. اول حاجه انفيجن اوف اكسترا سيلولار ماتريكس، ازاي؟ لوس اوف سيلولار كوهيجن، الايكادرين لوست وبالتالي كل الخلايا تبقى لوحدها سهله الحركه. نمره اثنين اتاتش اوف تيومر سيلز في الارضيه بريسبتورز مشتركه، الام سي كي في الارضيه لامين وفايبرولكتين. طيب وده اللي قلناه دي تيومر سيلز وادي اللوزنين كل واحده بقت لوحدها، وبعدين مسكت في الارضيه بريسبتورز مشتركه ولسه هتعمل ايه بعد كده؟ ثالث حاجه تفرز انزيمز عشان تفتح طريق ديجريديشن اكسسيف ميتريكس، ازاي؟ هتفرز الكونجيتيك انزيمز اهمهم ايه؟ التايب 4 كولاجينيز وكاتبسن دي. التايب 4 كولاجينيز يضمن لك البيزمنت بتاع اي حاجه، الكاتبسن دي يضمن لك اكسسيفنس او انترستيشن. ولما تفتح طريق خلي بالك ان كده بتدمر الخلايا السرطانيه في الخلايا النورمال، انا عشان افتح طريق لان نورمال في وشي فانا بفتح طريق عشان اعدي. طيب ولما فتحت دمرت الارضيه عمل لها فاسج ويز طرق عشان تمشي فيها. طيب ثالث حرام حاجه مايجريش ابتدي امشي بقى، امشي بايه؟ بسودوبوديا دراع يمين ودراع شمال وزق جسم للدراع. طيب الحاجه الثانيه ان في حاجات بتساعدني، ايه هي؟ اول حاجه شم الماده اللي هي سيتوكاين درايف فاكتورز اللي هي توكاين موبيليتي فاكتور، وتاني حاجه النيجاتيف تشارجز كلنا نيجاتيف بنزق بعض، ثالث حاجه ان كلنا لوس اوف كونتاكت انيبيشن فعمالين نتكاثر بعنف مفيش حاجه لابسانا فعمالين نتكاثر، يبقى الدنيا زحمه جدا وبنزق بعض ومفيش غير طريق واحد احنا شامين فيه حاجه فماشيين فيه. طيب الرسمه دي لوس اوف كونتاكت انيبيشن كل واحده بقت لوحدها، وبعدين اتاتش ريسبتورز سيميتريكس، وبعدين فتحت كولاجينيز انزيم، فتحت كولاجينيز انزيم عشان تاكل البيزنج ميمبرين وابتدت تعدي. تعالى بقى نشوف تاني حاجة. يبقى أول حاجة في الميكانيزم اوف سبريد انفيجن اوف اكسسيل ميتريكس، بس عنوان كده بيجي لك ميكانيزم اوف سبريد اوف مالينجنت تيومرز. أول حاجة إيه؟ انفيجن اكسسيل ميتريكس. طيب وصلت للبلاد بس فضلت ماشي لحد ما وصلت، خلاص وصلت هنا أهو بعد ما فتحت طريق وصلت في الآخر هنا. ازاي بقى اخش جوه البلاد فيسل وايه اللي بيحصل جوه البلاد فيسل عشان امشي جواه ويطلعني بره الليفر ويوديني لمين؟ لللنج. الليفر يوديك لللنج. طيب تعال نشوف. اول حاجه دي اسمها فاسكولار ديسيمينيشن، يعني همشي جوه الفيسل اند ذا هومينج اوف تيومر سيلز. هومينج يعني ايه؟ يعني لما اروح لللنج ده هيبقى البيت بتاعي واتكاثر فيه
واعمل نفس الكلام واطلع من اللنج اروح بقى بعد كده لنج تحت بالمونج بيز ليفت اتريم ليفت فيركل اوتر لكل الاورجنز بعد كده واعمل في كل الاورجنز نفس الكلام كل مكان هروح هعمل نفس الكلام نفس الخطوات. طيب يبقى اول حاجه فاسكولار ديسيمينيشن ازاي همشي جوه الفيسلز ثم هروح لحد اللنج ابتدي امط على اللنج ابتدي اكل فيها واتكاثر واوصل البلاد فيسلز بتاعت البلمونري فين هعمل نفس الكلام تاني اسمها هومينج اوف تيومر سيلز الهوم بتاعي. طيب تيومر سيل موبيليتي الاو سيلز تو كام ان كونتاكت وذ بلاد فيسلز. طيب بتبقى ادي بلاد فيسل كل ليمفاتكس وكل الفيسلز يعني ليمفاتكس كابيلاريز بنيوز بس نادرا الارتريولز. اشمعنى الارتريولز؟ اولا في كولد ثانيا بلسيتنج لو هي بلسيتنج صعب كل لما انط على ظهرها انا خلي بالك انا هوصلها من بره من عند الديز من البرين فهي هو ماشي من الارضيه وهوصل البلد فيسل من بره عايز اخرج اخش جوه فالارتريولز بلسيتنج فتنطرني كمان في كولد صعبه كلها. مين اسهل واحد اكله؟ الليمفاتكس ملهاش بيز من البرين ده بالنسبه للكارسينوم وطبعا الفينيوز والكابيلز المهم بتاعهم فين لما الارتريول صعب. طيب وانس ذا تيومر سيلز كروس ذا فاسكولار بيزمنت ميمبرين هتفرق الانزيمز بارتل وكولاج 5 فور كولاجينيز اللي بيضمن لك البيزمنت ميمبرين يا دكتوره. طيب فور كولاجينيز بيضمن لك البيزمنت ميمبرين ثم تخش جوه البلاد فيسل بي ريتش سكريشن از تيومر امبولار يعني ايه بقى دخل جوه البلاد فيسل فرز الانزيم دمرت لك اللي هو كولاجينيز 5 فور تايب 4 كولاجينيز ودمرت لك البيزمنت ميمبرين اللي هو كان موجود بره ده ودخلت جوه وماشيه خليتين او ثلاثه ماسكين في بعض او خليه واحده حتى لوحدها. طبعا دي حاجه غير دائبه اسمها امبولس حاجه غير دائبه ماشيه في الدم قلناها في الليمفاتيك امبوليزم ده برضو بلاد امبوليزم حاجه غير دائبه اللي هي تيومر سيلز ماشيه في الدم ثم يحصل ايه بقى؟ طبعا عكس ما انت متخيل هنقول الرسمه دي بعدين في الاخر لما ناخد الموضوع على بعض. مش تيومر امبولاي تخيل ان معظم اللي بيخشوا الجول بلاد فيسل بيتدمر. ازاي بقى بيتدمر؟ نمره واحد التخبيط عمال اخبط في الار بي سيز والوايت بلاد سيلز وكده ده يدمرني تيومر سيلز تموت هي فراجايل جدا. نمره اثنين الاميون سيستم الناتشورال كيلر سيلز والمونوسايتس في الدم لو لقيت حاجه غريبه بتاكلها. طب الخليه السرطانيه تعمل ايه علشان تتفادى ان حد ياكلها؟ تمسك في البيت لما امسك في البليتلز تيجي المونوسايتس اللي في الدم او الناتشورال كيلر سيلز تمسكني كده لا دي بليتلز لا ما اخدهاش هاكل بليتلز لا انا عارف بليتلز انا هحفظها كويس فلو مسكت في بليتلز محدش يقدر يتعرف عليه فده اللي عليها سام بروتكشن انما غالبا على فكره معظم اللي بيخش الدم بيتدمر. ايه ده معقوله بعد كل ده طب ما الواحد يموت ازاي بقى؟ لو واحده بس واحده نجحت انها تمشي في الدم ومحدش يموتها وتوصل لللنج واحدة هتنط على اللنج وتتكاثر بعنف في اللنج وتعمل لك تيومر ماس تاني اللي هو اسمه ميتاس واحدة خلية واحدة تخيل. طيب موست تيومر امبولاي ار ديستروي باي ذا اميون ميكانيزمز وكمان بيقول لك ان التخبيط اللي بيحصل بس الرايفنج تيومر سيلز اديب تو بليتس عشان تافورد سام بروتكشن ذيس افورد ذيم سام بروتكشن فروم انتي تيومر هوست اميون سيستم لو مسكت البليتس ممكن ما تموتش تروح الاميون سيستم ناتشر كيلر سيلز ومونوسايتس يقول لا دي بليتس مش هنقول هي ماسكه فيها تيومر سيلز استخبيه. طيب فاينلي ذا سيرفايفنج تيومر سيل جيت امبولاي جيت امباكتد ان سمول فيسلز تفضل ماشيه بالكبير لحد ما تتربش لحد اصغر حاجه كابيلاريز تتزنق فيها وتعمل العكس تفرز انزيمز اللي بقى لك في وسط عبد اللنج اهي وهي ماشيه فين جوه البلد فيسل تعمل ايه بقى هي جوه دلوقتي وعامله العكس تفرز انزيمز تاكل لك الاندوثيليوم والماسل سموث ماسل والبيز من البرين وتنط على اللنج من جوه لبره هنا من بره لجوه تفضل ماشيه جوه لحد ما وصلت للنج من جوه لبره وتنط على اللنج تيشو يبقى فاينلي ذا سيرفايفنج تيومر سيل امبولاي جيت امباكتد ان ذا سمول فيسلز وذ ادير تو ذا اندوثيليوم تمسك الاندوثيليوم كروس ذا بيز من البرين تفرز انزيمز باي ميكانيزم سيميلر تو ذوز اتاتش باف اند سيتل ان ذا نيو سايت هومينج توصل بقى اللنج بدل المكان بتاعها. طيب ان ذا نيو سايت تيومر سيلز بوليفريت فورمينج ميتاستاتيك ديبوزيتس تتكاثر بقى في اللنج تعمل لك الكور اللي انت بتشوفها دي ميتاستاتيك ديبوزيتس ميتاستيز او اسمها سيكوندري تيومرز وبالطريقه دي هتتكاثر في اللنج. طيب لما تحب تنتشر نفس الكلام تتعرض ما تكاثرت بقت ماس كل واحده لوزنينج
باللوزون اي كاتهرين، ثم بعد كده تفتح ديجراديشن اكس تمسك ريسبتورز مشتركه مع الارضيه، ثم ديجراديشن اكس سيمتيك تيرفيس تايب فوكال جينوس كسبتين دي، وهتتحدى وتوصل بلاد بيسز بتاعه البرمار بينز، تروح للف 8 في ديفلوبمنت اوروبا، وبعدين تروح لاورجانز ثانيه وهكذا، وتفضل كل الاورجانز يحصل فيها ميتاستاتيك ديبوزيتس او ميتاسيس او سافون ري امبلانتس. فتعال نشوف بقى اللي فات ده الصوره اللي انا وريتها لك ده ملخص اللي حصل. دكتور ايه البرايمري؟ البرايمري اللي هو الاورجان اصلا ده اللي هيما السرطان بدي في الليفر، السرطان بدي في الليفر لما راح للاند اسمه سافون او ميتاسيس او ميتاستاتيك ديبوزيتس. ده الملخص كله. ادي تيومر حصل لوزنينج ماس، لوزنينج واتاتشمنت بالبيز من المبرين واكسترا وبالجريديشن اكسترا ماتريكس، وبعدين دخل جوه بس من بره جوه عمل انزيم تايب فور كولاجينيز عشان يدمر البيز من المبرين ودخل جوه الدم، وفضلت ماشيه زي ما قلنا تمسك البليتكس علشان ما تموتش. تمام، على فكره لو خبطت تموت، لو خبطت في الليمفوسايتس خبطت في اي حاجه تموت، انما لو مسكت في البليتكس تحميها. ثم العكس من جوه وصلت للاورجان الثاني من جوه البر، تفرز انزيم تطلع وتتكاثر تعمل انجينيس كمان احنا قلنا عليه. طيب دي صوره مجمعه اللي حصل، الاول من بره لجوه تمشي في الدم تمسك في البليتكس عشان ما تموتش، وبعدين من جوه البر تمسك في الاندوثيليا وتطلع لبره. طيب تعال نشوف موضوع تاني ممكن يجي لك قبل كده سؤال. تعال نشوف ايه الاورام اللي بتحب حتت معينه. البروستاتيك كارسينوما بتحب اماكن، يعني عنده سرطان في البروستاتا يحب مين؟ يحب البون. طيب البرونكوجينيك كارسينوما اللي هو طالع من اللنج يحب مين؟ يحب الادرينالز والبرين. كان في ممثل شهير السيد راضي، مين يعرفه؟ سمعت عنه مصريين. ده كان مؤلف مسرح كمان اسمه السيد راضي. ده في يوم اتحجز في دار الفؤاد، وانا عليه دكتور زميلي استاذ اورام في دار الفؤاد. اتشخص ان هو عنده لانج كارسينوما بروجين كارسينوما عنده بتاسس في الفرونتال لوب ده. طيب الفرونتال لوب ده مسؤول عن بيهيفير، ومعجوز في المستشفى اللي هو يصحى الساعه 2 الصبح يشتم في العينين يا ابن الكلب يا ابن، والناس ما عرفوش. فايه اللي حصل؟ الميتاسيس اللي بيعمل في الفرونتال لوب بيدمر وما عندوش بقى كنترول، يبتدي يقل ادب ويشتم الناس كلها عشان فاهم الفاظ وحشه لغايه ما مات طبعا في الاخر، يعني قعد شهر ولا حاجه. ومات ده بقول لك ان البرونكوجينيك كارسينوما بتحب البرين، دي حقيقه. في كيميكالز مشتركه، في بيبتايدز مشتركه بتخليها تجذبها يعني. طيب النيوروبلاستوماس تحب الليفر والبون. النيوروبلاستوما دي بتاعت الاطفال اللي هي طبعا ادنى المضله نيرفز بتاع البلاستوماس كلمه التيومرز بتاع الاطفال قلناها اللي هي امبريونيك. طيب امبريونيك تيومر دي بقى البروستاتيك كارسينوما تحب البون، البرونكوجينيك كارسينوما تحب الادرينالز والبرين، النيوروبلاستوما تحب الليفر والبون. لو لاحظت دايما ال ال ليفر واللنج، البون والبرين بي بي اللي احنا قلناهم، يعني البون هي ذكاء كتير والبرين قلنا اكتر حته بيحصل فيها ميتاسيس مين؟ ال ال بي بي او ليبل لانج ليفر وبون برين موجودين برضه، ادي الليفر وادي البون وادي البرين. طيب ايه موضوع الاورجان تروبيزم ده؟ ليه بحب الاورجان؟ اولا بيقول لك اكسبريشن اوف اديشن مولكيولز والريجنز ار اكسبريس باي اندوثيليال سيلز اند ميتاستاتيك سايت. يعني ايه؟ يعني تلاقي الاندوثيليال سيلز وانا ماشي جوه هنا، اشمعنى الحته دي وقفت عندها ورحت ماسك في الاندوثيليال سيلز ورحت اورجان؟ في الاندوثيليال سيلز بتاعت مثلا البرين او بتاعت البون، الاندوثيليال سيلز عاملاني ليجند عامل كده، وانا كتيومر سيل اللي هي ريسبتور ده بالظبط روح ماسك فيها بالظبط في الاماكن دي، في البون في البرين، في ميجنز مشترك قد بعض بالظبط. فلما امسك فيها امسك كويس قوي، ده اللي بيخليني امسك وما اتحركش عن كده، ابتدي بقى اعمل انفيجن افتح الانزايمز واخش على الاورجان ده. وكمان بيقول لك كيموكاين ريسبتورز اون تيومر سيل سيرفس، الريسبتورز اللي على السيرفس نفسها كيموكاين يعني تعمل كيموتاكسس، في ماده بتجذبني في ريحه جذباني للاورجان ده فبروح داخل فيه. يبقى في اكسبريشن اوف اديشن مولكيولز مشتركه زي كي ان لوك، وفي كمان كيموكاين ريسبتورز ريحه مشتركه بتجذبني وانا عندي ريسبتورز بتاعتها بروح لها. ايوه يعني اورجان تروبيزم احب اورجان تروبيزم، يعني انا ميال للاورجان ده. ليه بحب الاورجان ده؟ ليه بروح للاورجان ده؟ لا على غيره، انا عديت على كل الاورجان، اشمعنى انا رحت عملت تست للبون بس؟
وعلى فكره في حاجات مالهاش تفسير يعني, او في حاجات بتحصل مع يعني واحد يجيله متاسس في البنكرياس وده نادر بس ممكن, انما اكتر اورجانز بيجيلها متاسس هم دول. طب احنا عايزين نعرف ليه؟ يقول لك غالبا في اكسبريشن بديجي مولكيولز زي كي ان لوك, وكمان غالبا في كيموكان ريسبتورز على التيومر سيلز, يعني ريسبتورز بتشم مواد كيميائيه تروح للاورجان ده بالذات عن غيره, الاورجان ده بيفرز لي مواد كيميائيه بحبها. طب ازاي تطلع يا دكتور البرين اذا في بلد برين بارد؟ لا لا بتخش عن غيره, ما هي فرق الانزيمز تدمر اي حاجه, تقدر تدمر اي بلد برين بارد. طيب الموضوع خلاص كده خلص السؤال اللي بقول لك عليه. يعني ايه ايفيجن اوف اميون سيرفايلنس؟ احنا لسه بنتكلم على خصائص المالينت تيومز. ايفيجن يعني يتجنب, انا كخلايا سرطانيه ممكن اهرب من الاميون سيستم, لو انا ممكن من عندي اميون سيستم ليه ما يدمرش الخلايا السرطانيه؟ ما يدمرش الخلايا السرطانيه للاتي, اولا تيومر سيلز كان بي ريكوجنايز باي الاميون سيستم نون سيلف اند ديستروي, انا عارف ان دي خلايا غريبه عليها انتيجين غريب وعايز ادمرها, طب ليه ما بدمرهاش بقى؟ انتي تيومر اكتيفيتي از ميديتد باي بريدومينانتلي سيل ميديتد ميكانيزمز, يعني لما انا كجسمي اروح ادمر التيومر بدمره بايه؟ بدمره بتيومر انتيجينز ار اكسبريس اون ذا سيل سيرفيس باي ام اتش سي كلاس وان مولكيول, ومين اللي بيعرفها؟ السي دي 8 بوزيتيف سيتوكسيك تي ليمفوسايتس هتروح تاكل التيومر سيلز اللي هم السي دي 8 بوزيتيف سيلز بتوع الليمفوسايتس. طيب اميون سبريس بيشنتس واحد ما عندوش اميون سيستم هاف ان انكريز ريسك فور ديفلوبمنت اوف كانسر, اللي مناعته ضعيفه بيجيله سرطانات اكتر اسهل من اي واحد تاني. ليه؟ لان ما عندوش سي دي 8 بوزيتيف. لو انت عندك خليه بايظه وانت عارف ان هي انتيجينيك مش خليه غريبه مش قادره تدمرها, المناعه بتاعتك ضعيفه ما عندكش سي دي 8 بوزيتيف. طيب عشان كده اكتر ناس بيجيلها سرطانات اللي مناعته ضعيفه كوزد باي اونكوجينيك دي ان اي فايروس. طبعا اللي هنقولها النهارده اونكوجينيك يعني بتعمل سرطان, دي ان اي فايروس فايروس بيعمل لك سرطان, الفيروس ده جواه دي ان اي بيعمل لك سرطان اونكوجينيك. يبقى الاميون سبريس بيشنتس اللي هو مناعته ضعيفه زي اللي عنده ايدز بيجيله اصابه بفيروسات, الفيروسات دي نوعها دي ان اي فايروس فتعمل له سرطانات جوه جسمه. ليه؟ لان انت ما عندكش سي دي 8 بوزيتيف اللي بتقدر تعرف الفيروس تروح تدمره, ولو حصل لك مالينجنت سيل اقدر اروح ادمره, ما عندكش بقى اميون سيستم يقدر يعمل كده, لا يعرف الفيروس ولا يدمر المالينجنت سيل. طب انهي فيروس اسمها دي ان اي فايروس؟ مش ار ان اي, دي ان اي فيروس اونكوجينيك بتعمل سرطان, هنتكلم عليه لان هناخده دلوقتي. طيب في الاميون كومبتنت بيشنتس تيومرز مي افويد ذا اميون سيستم باي سيفرال فيكتورز. طب افرض انت مناعتك كويسه دكتور, احنا اتكلمنا عن مناعه ضعيفه من سبريس بيجيله سرطانات ليه؟ علشان بيجيله اصابه بفيروسات تعمله سرطان, وكمان انت ما انتش عارف الخلايا السرطانيه مش قادر تعرف الفيروسات فبتسيبها تعمل لك سرطان. طب اللي مناعته كويسه اسمها اميون كومبتنت, ازاي واحد مناعته كويسه بيجيله سرطان؟ اول حاجه بيقول لك سيلكتيف اوت بوث اوف انتيجين نيجاتيف فيرينتس. يعني ايه؟ يعني ممكن بعض الاورام تعمل لك نوع ما عليهوش انتيجين على السيرفس فانت ما انتش عارف ان هو حاجه غريبه, انت بتعرف ازاي ان الخلايا دي غريبه وتروح تدمرها؟ في انتيجينز على السيرفس انت ما تعرفهاش. طب انا ما عنديش انتيجينز, انا جاي لك كده بدون انتيجينز مش تعرف مش تروح تدمرني مع ان انت مناعتك قويه. طيب تاني حاجه هو ده التفسير ان ليه ناس عندها مناعه كويسه يجيلها سرطان. تاني حاجه لوس اوف ريديوسد اكسبريشن اوف الهيستوكومبتيت انتيجينز, اللي احنا قلنا التيومر انتيجينز ار بريزنت اون ذا سيل سيرفس باي ام اتش سي كلاس 1 مولكيولز. لو انت ما عندكش ام اتش سي كلاس 1 مولكيولز نفس الكلام بتاع الانتيجين نيجاتيف ستريند, يا اما لوس او ريديوسد, يبقى الاكسبريشن بتاع الام اتش سي كلاس 1 قليل, الانتيجين ده قليل فانت مش قادر تعرف الخلايا السرطانيه, او ما عندكش خالص انتيجين نيجاتيف فيريانس, او الاكسبريشن بتاعك كميه على السطح قليله قوي برضه مش قادر تعرفها. طيب اخر حاجه اميون سبريشن ميديتد باي اكسبريشن اوف سيرتن فاكتورز. يعني ايه يا دكتور؟ اميون سبريشن ميديتد باي اكسبريشن اوف سيرتن فاكتورز اكزامبل ترانسويشن فاكتور باي ذا تيومر سيلز. يعني حضرتك ممكن تعملي انت انا مناعتي قويه بس انت تقللي مناعتي, لما تقللي مناعتي ما اعرفش خلايا سرطانيه, بعض الخلايا السرطانيه بتفرز حاجه اسمها ترانسميشن فاكتور بيتا اللي هو قلنا بيعمل كونتاكت انيشن, الفاكتور ده يخلي لك الجسم بتاعك مناعته ضعيفه وما يقدرش يتعرف على الخلايا السرطانيه حتى لو ليها انتيجين. يعني انا شخصيا خلايا سرطانيه افرز ماده تعمل لك كيمو سبريشن ما تفرزش وما يبقاش عندك سي دي 8 بوزيتيف وبالتالي ما تقدرش تعرف على ما تقدرش تحط موت الخلايا السرطانيه وما عندكش سي دي 4 بوزيتيف,
اللي بيعمل كده مثلا الايدز لما يخش الجسم يدمر لك السي دي 4 بوزيتيف. لما يدمر لك السي دي 4 بوزيتيف ما بقاش عندك مناعه. عندك مناعه كويسه, مناعتك وطيت. مناعتك وطيت ما تقدرش تعرف اي حاجه الخلايا كده, ما تقدرش تعرفها, ما تعرفش تدمرها. مش بس كده, يجي لك اصابات كتيره بفيروسات تعمل لك سرطانات. يبقى اللي مناعته ضعيفه سهل يجي له سرطان, هو immunosuppressed. ليه؟ علشان بيجي له اصابات بانكوجينيك دي ان اي فيروسز اللي تعمل له سرطان. طب لما مناعته قويه ازاي مالجنسيت ما اعرفهاش ما اعرفش ادمرها؟ اول حاجه سيلكتيف الجوزم انتيجين نيجاتيف فيرينس, يعني عندك انواع من السرطان ما عليهاش انتيجز اصلا, او reduced expression of histocompatibility antigens اللي هي MHC class 1 molecule. احنا قلنا عليها اللي هو الجسم بتاعك بيتعرف عن طريقها ان في سرطان. نمره 3, انا خلايا سرطانيه افرز ماده زي ترانسفوجيبل فاكتور بيتا تعمل لك immunosuppression, وبالتالي ما تعرفش ان في خلايا سرطانيه ولا تروح تدمرها. طيب تيجي بقى الموضوع مهم برضو اللي هي carcinogenic agents. يعني ايه يا دكتور؟ ايه المواد الكيميائيه اللي بتعمل سرطان او المواد عموما اللي بتعمل سرطان؟ مهمة؟ لا, الحتة اللي مهمة اقول لك عليها. بص بقى, عشان يحصل سرطان لازم حاجتين, الكلام ده انت عارفه, لازم الدي ان اي يبوظ, ده اسمه انيشيشن, ولازم الخلايا تتكاثر على حالتها البايظه, ده اسمه بروموشن. تاني, عشان يحصل سرطان او مالينجنت تيومر لازم الخليه الدي ان اي بتاعها يبوظ, ده اسمه انيشيشن. طيب خلي بالك, ممكن بعد الشهر يعني اي واحد فينا قاعد عنده انيشيشن دكتور, ممكن يعني قاعد عندك يعني ايه عندك خليه بايظه بس عندك سرطان؟ لا. ليه؟ ما تكاثرتش لسه. يعني واحد بيشرب سجاير اكيد في خليه عندك دي ان اي بتاعها باظ, بس لازم تخش جوه جسمك ماده ثانيه سواء بقى راديشن ولا ماده كيميائيه تخلي الخليه اللي بايظه تتكاثر على حالتها البايظه, فيجي لك ناس كلها خلايا سرطانيه. ده اسمه بروموشن. يبقى الانيشيشن هو اندكشن اوف سيرتن ايريفرسبل تشينجز ان ذا جينوم اوف ذا سيلز اللي هو دي ان اي. ذيس انيشيتد سيلز ار نوت ترانسفورمد سيلز اند نوت هاف جروث اوتونومي, يعني ما تقدرش تتكاثر, هي بس بايظه ونايمه لا بدها تدور, متحوره ونايمه. They just have altered DNA. دي ان اي بتاعهم بايظ اسمها جين ميوتيشن اند ار كود ليتنت, نايمين دورمنت تيومر سيلز. طيب ايه اللي يحصل بقى؟ ان شاء الله تقعد 20 سنه كده. ده اللي يفسر لك ان واحد بيشرب سجاير لحد دلوقتي بقاله 20 سنه وما لهوش سرطان. ليه؟ ما دخلش جوه جسمه الماده الثانيه اللي تخلي الخلايا السرطانيه تتكاثر على حالتها البايظه. هو السجاير بوظت له دي ان اي اكيد, في خلايا نايمه. بس ليه ما جالوش سرطان؟ لان ما دخلش الماده الثانيه اللي تخلي الخلايا السرطانيه تتكاثر. فاهم يا دكتور حاجه؟ هنعرف ان لسه هنقول اهو. بروموشن بقى هي ايه؟ بروموت Promoters enhance the proliferation of the initiated cells اللي هي متحولة الـ altered DNA اللي هي تتكاثر. An effect that may contribute to the acquisition of additional mutation. طيب وبعدين يحصل في الآخر بعد ما تتكاثر neoplastic transformation abnormal differentiation occurs and the cells undergo continuous care for this uncontrolled irreversible proliferation. يعني لازم مادة تبوظ لك الـ DNA ومادة أخرى تخلي الخلية تتكاثر على حالتها البايظة, وبالتالي يحصل لك نيوبلاستيك ترانسفورميشن. طيب تعال نشوف أنواع الكارسينوجينز. أنت بتسألني بقى إيه المواد اللي تبوظ الدي إن إيه تعمل إنيشيشن, وإيه المواد اللي تخلي الخلية تتكاثر وتعمل بروموشن في ظهر عليها السرطان. أول حاجة مواد كيميائية. أنت لازم أحفظ الكلام ده. والله أنا حبيت أجيبك سؤال ما تعرفش تحط فيه منطق, هقول لك السؤال ده. جيب أنا أكونت أون كيميكال كارسينوجينز. لأن أسامي كلها زي ما أنت شايف كده. طبعا المواد الكيميائيه act as initiator. يعني ايه initiator؟ ابوظ لك الدي ان اي, اعمل لك اجريديشن فيه. Most chemical carcinogens are mutagenic, they initiate causing malignant transformation from mutations that affect the proto-oncogene. حول لك البروتو-اونكوجين الى الاونكوجين اللي احنا خدناه. قول يا دكتور, البروتو-اونكوجين يتحول الاونكوجين بثلاث طرق اللي هم ايه؟ point mutation تحول فجائي. تاني حاجة ايه؟ كروموزومال ترانسلوكيشن, حتة تبدل مع حتة. واخر حاجة ايه؟ جين امبليفيكيشن. لو قلت لك ده بوز سؤال مهم جدا. السؤال ده مهم جدا. وطبعا اللي بيعمل كده مادة كيميائية. اللي بيعمل لك بوينت ميوتيشن او كروموزومال ترانسلوكيشن او جين امبليفيكيشن مادة ايه بقى المواد الكيميائية الخطيرة اللي تجنبها؟ بالاسم اروماتيك هيدروكربونز. دي مادة موجودة في السجاير.
دي مش سجاير، ماده اسمها 3-4 بنزوبايرين، تندرج تحت حاجه اسمها الاروماتيك هيدروكربون، موجوده في سيجاريت سموك تعمل لك كانسر لون. لازم اعرف كل واحده بتعمل ايه. طيب تاني حاجه الاروماتيك امينز اللي هو شغال في المصبغه، صبغات الالوان، يقول لك الالوان دي مسرطنه، الالوان دي لازم مكتوب عليها نون توكسيك، اللي انا بتعلم انا برضه بمسح ساعات بايدي نون توكسيك بستخدمها، انا لو توكسيك لا مكتوب عليه نون توكسيك. الاروماتيك امينز البيتا نافثالمين تعمل لك كانسر بلادر، الالوان دي تخش جوه الدم تركز في البلادر تعمل لك سرطان للبلادر، اسمها ايه اروماتيك امينز، الماده اسمها بيتا نافثالمين. يبقى 3-4 بنزوبايرين تبع الاروماتيك هيدروكربون، البيتا نافثالمين تبع برضه الاروماتيك بس امينز، دي تعمل كانسر لنج تعمل كانسر بلادر. اللي قلنا عليها اسبيستس، لو شميت الماده اللي اسمها اسبيستس تعمل سرطان في البلورا ميزوثيليوم. طيب في كمان الافلاتوكسنز، مين بيحب ياكل سوداني؟ اه سرطان في الليفر، احنا قلنا الكلام ده ليه؟ حضرتك بالذات في الشتاء مش في الصيف. وعلى فكره عندي واحد صاحبي شغال في معهد الكبد هنا جنبينا وعمل بروجكت 5 سنين على الموضوع ده، ثبت بلاد على مجال الشك 100%، لو كلت سوداني هيجي لك سرطان في الليفر، بس كميه بقى مش كميه صغيره، على طول انت يوميا متعود تعالى تاكل سوداني يعني. البيناتس عارفه سوداني؟ في لب سوداني؟ انت بقالك قد ايه عشان مصر؟ ها؟ طيب ما عرفتيش يعني ايه لب سوداني؟ طيب بص بقى بيقول لك ايه يا دكتور؟ بيقول لك بالذات في الشتاء، اشمعنى الشتاء؟ بص يا دكتور حضرتك ماشي في الشتاء؟ حضرتك ماشي في الشتاء الجو برد، انت مروح بالليل قلت انا عايز اكل حاجه تدفيني، شميت ريحه المقله، مقله اللي بتعمل لب سوداني لسه مطلعها من الفرن، لب سوداني سخنين، الله ده جميل قوي. طيب هو اول ما يطلع من السخن الجو برد في الشتاء يبتدي يحصل ايه؟ ينادي، يحصل له ندب اللي هو الووتر بيت البخار بتاع الهواء على الفجر، السوداني مبلول يجي عليه الفانجس اسمه اسبرجيلس فليفس، لما ينادي السوداني يجي عليه الفانجس ده بيحب الندى هو ويفرز لك مواد سميه اسمها افلاتوكسنز. لما تاكل السوداني عليه الاسبرجيلس فليفس اللي فرزت الماده السميه اسمها افلاتوكسنز تعمل لك سرطان في الليفر، كانسر ليفر، فاتوسيلا كارسينوما مثبت مفيش كلام. اللب لا ده يمكن عشان بتقشره، ممكن يبقى سوداني بندي بس مش سوداني العادي، لا ممكن برضه سوداني يبقى عليه يعني هو سوداني يبقى فيه سوداني بندي وهو باين شويه لو طعمه يبقى مش سوداني بندي، سوداني بقى عادي. انت حر يا دكتوره، انا قلت لك انت حر. طيب في ماده زمان كانوا بيستخدموها الدكتور، لما احب اعرف عندك شريان مقفول ولا لا اديك ماده كيميائيه اسمها فينايل كلورايد زي الباريوم دلوقتي، الباريوم مش مسرطنه، البنايل كلورايد كانوا بيستخدموها وبعد شويه لما الماده دي توصل للارتري اصورها بالاشعه فاعرف اذا كان الارتري ده مقفول ولا سليم ولا ايه بالظبط. فبطلوا يستخدموها. البنايل كلورايد تعمل لك سرطان في البلاد فيسلز، اللي فعينها في البلاد فيسلز تعمل سرطان في اسمه انجيو ساركوما، سرطان في البلاد فيسلز. واخر حاجه الزرنيخ، قلت لك لما تحب تسم حد تحط له زرنيخ في الاكل هو ابيض ملوش طعم، الزرنيخ يعمل لك سكين كانسر، سرطان في السكين بالذات. خلي بالك ان كلهم بالايه؟ عشان ما تسهل الحفظ. اروماتيك هيدروكربونز، اروماتيك امينز، اسبستس، افلاتوكسنز، حتى البينال كلورايد انجيو ساركوما بيعمل انجيو ساركوما سبب البينال كلورايد. واخر حاجه اكزيليا، كلهم من ايه؟ دول مواد كيميائيه. على فكره كل اللي هنقوله ده يمثل 1%، قلت لك الكلام ده بالاول، يعني كل الاسباب اللي بنقولها دي تمثل 1% من اسباب السرطان، يعني 99% من اسباب السرطان محدش عارفها دي، بس ده اللي عرفنا نثبته فعلا 100%، هو ده الناس بتجيب سرطان للحته دي بالظبط. طب ايه تاني يا دكتور؟ فيزيكال كارسينوجي، الكلام انت عارفه اللي هو ايه بقى؟ كولومبي اكسبوجر تو الترا فايلت ريز اشعه الشمس يجي لك كل انواع سرطان اللي بتجيلك، سكين مالينا سميهم ثلاثه، يا سكويما سيل كارسينوما خدناها ريسلنستس، يا بيزا سيل كارسينوما ده هناخدها في الترم الثاني ده مكان مميز. بص هنا هو كده بيزا سيل كارسينوما وميلانوما سرطان الميلانوسايتس متعرض لاشعه الشمس لمده طويله. طيب ايونايزنج راديشن لو تعرضت للاشعاع يجي لك كل السرطانات بقى، يعمل لك ايه؟ دكتور
تعرض الإشعاع يعمل لك كروموزومال بريكج، يدمر الكروموزومز وترانسلوكيشن، يبدل حته مع حته، وليس فريكوانتي بوينت ميوتيشن قلنا عليها، الحاجات اللي بتعمل سرطان كلها اللي بتحول الدي ان ايه بروتوجين الى اونكوجين، ده يعمل لك جينيتك دامج وكارسينوجينيسيس في كل حته بقى، ليوكيميا اللي هي وايت بلاد سيلز، اوستيوساركوما سرطان في العظم، سكين كانسر ولاند كانسر. اشهر حاجه الثلاثه دول ليوكيميا اوستيوساركوما في العظم وسكين مالينس اللي اتعرض للاشعاع. دي فيزيكال يا اما برولونج اكسبوجر تو الترافايت بيز يا اما ايونايزنج ريديشن. طيب ايه كمان؟ فيروس لسه قايلين عليها من شويه بقى. في فيروسات بتعمل سرطان؟ اه. زي ايه بقى؟ فيروس بيدي تو ديفلوب اوف كانسر. اولا ازاي يعمل كده؟ الفيروس لو دي ان ايه مشكلته ايه؟ انه بيخش جوه الخليه ويربط الدي ان ايه بتاعته بالدي ان ايه بتاعته. طب دلوقتي الدي ان ايه ده بقى بدل ما كان مثلا اي تي يو سي كمان بقى سي يو دي حتت زياده. فبقى سرطان، الانفورميشن اللي هيديها غلط، تصنيع البروتين هيبقى غلط، فاصبح سرطان. ده معناه ايه بقى؟ نقول عليها انتجريتنج فايرال اونكوجينز انتو هوست دي ان ايه. يعني انا كفيروس عندي دي ان ايه اربطه بالدي ان ايه بتاعك انت بتاع الخلية بتاعك، يصبح الدي ان ايه دلوقتي مش بتاعك، بتاع حاجه ثانيه، بتدي انفورميشن غلط. لان انت الدي ان ايه بتاعك لحد هنا، انت ربطت فيه حته كمان، فبقى الدي ان ايه انفورميشن اللي بيعملها غريبه، حاجه غريبه، سرطانيه غريبه. انتجريتنج فايرال اونكوجينز انتو هوست دي ان ايه، ذس اولترنج الدي ان ايه، غير لك الدي ان ايه بتاعك. فيدي انفورميشن غلط فيعملك خلايا سرطانيه. بروديوسنج بروتينز، دي انفورميشن بتعملك بروتينز ذات ان اكتيفيت برودكتس ميد باي تيومر سبريسور جينز. وبالتالي صنع لك بروتينز اللي تعملك انهبيشن للتيومر سبريسور جينز اللي انت بتمنع السرطان عنده. طيب ايه اشهر بقى الفيروسز اللي تعمل كده؟ لازم تعرفهم. اه. الاختصار بتاعه الاي بي بي ايبشتاين بار فيروس. يعمل لك سرطان في الليمفوسايتس اسمه بيركت، اسم شخص بيركت ليمفوم. ونيزو فارينجيال كارسينوم. الفيروس ده موجود في الخلايا، بيحب قوي وعايش في الخلايا بتاعت النيزو فارينجس. وبيتنقل بالفرنش كيس. يعني واحد عنده الفيروس وعايش عنده في النيزو فارينجس، راح عمل فرنش كيس مع واحد تاني او واحده يعني، نقل لها الفيروس. فيلبد عندها في النيزو فارينجس ويعمل لها سرطان في النيزو فارينجس. ده مثبت الكلام ده. ال اي بي في ايبشتاين بار فيروس ممكن يعمل لك سرطان في الليمفونودز، اسمه عين اسمه بيركس، ده اجريسيف. في انواع الليمفوما اندولنت يعني ضعيفه، وفي انواع بروجريف، في انواع هاي جريد، ده هاي جريد. ونيزو فارينجال كارسينوما سرطان في النيزو فارينجس. واذر بي سيل ليمفوماز ممكن يعمل لك هوجكنز ليمفوما، هناخد انواع الليمفوما الترم الثاني، واحد اسمه هوجكنز برضه، يعني في بيركس وفي هوجكنز ليمفوما، وده اهمهم نيزو فارينجال كارسينوما. طيب اللي عنده هيباتيتس بي فيروس، هو ده فيروس يعني سرطان في الليفر، ده بيصير لك كارسينوما وسي برضه. الهيومن بابيلوما فيروس اتش بي في ده اللي خدناه اللي بيعمل بلاين تيومر اللي هو البابيلوما اللي هي التلول، بس ده بلاين يعمل مالينا دي بقى سيرفايكال كارسينوما سرطان طبعا بالراحه. وانا قلت لك معلومه ان كان دي مشكله في امريكا اوروبا، الدكتور جوزيف وجون، البنت عندها 12 13 سنه، عندها بوي فريند وبتنام معاه، بيتنقل من البينس بتاعه فيروس اسمه اتش بي في. طبعا كذا مالتيبل بارتنر، كل سنه عندها صاحب، واتش بي في انواع، في منهم من رقم 1 لرقم 100. انواع اللي بتعمل سرطان في الكانسر سيرفيس 15 و16 و18. المهم لو اتنقل لها النوع ده يروح في السيرفيكس بتاعها ويعمل سرطان. وده كانت مشكله عندهم في الكوميونتي. عملوا ايه بقى؟ اخترعوا فاكسين لاتش بي في. الكلام ده من 6 7 سنين. وكل الستات تاخد الفاكسين ده اتش بي في عندهم يعني، عشان هم عندهم مشكله الايرلي سيكشوال انتركورس والكلام ده. فهيما بابيلوما فيروس كوزين سيرفايكال كارسينوما اند سام فورمز اوف كارسينوما اوف ذا سكين، بس هو اشهر حاجه كانسر سيرفيس. في واحد بقى اسمه اتش تي ال في 1. اتش تي ال في 1 هيومن تي سيل ليمفوسيتيك فيروس 1، ده بيعمل ايه؟ بيعمل سرطان في اليوكيميا ليمفوما، سرطان في الوايت بلاد سيلز والليمفوسايتس، ليوكيميا ليمفوما. HTLV1 يبقى ايبشتاين بار فيروس، هيباتيتس بي وهيباتيتس سي فيروس على الليفر، هيومن بابيلوما فيروس من اتش بي في و HTLV1 اللي هو بيعمل لك ليوكيميا ليمفوما، بيحتل الوايت بلاد سيلز. طيب هرمونز، وعايز حد ذكي وشاطر حضرتك، سؤال محمد، بص لي هنا، بص عشان تفتكر الهرمونز انيشيتور
ولا برومونت ولا كنت فهمت اي حاجه منه. برومونت ليه؟ الهرمون مش هتبوظ لك الدي ان ايه، ما كل طول عمرها في جسمك الهرمون. هما ليه؟ هي اللي بتخلي الخلايا تتكاثر لو هي بايظه. فالكل اللي فات كان انشيت، ماده كيميائيه انشيت، فاهم حاجه كويس؟ برافو عليك. الفيروس انشيت بوظ لك الدي ان ايه. الالترا وايد ريز اورجانيشن اللي هو فيزيكال ده انشيت بوظ لك الدي ان ايه. مين اللي بروموت الهرمون؟ عرفت بقى مين كان بيسالني البروموتر زي ايه؟ حد كان بيسالني عن البروموتر زي ايه؟ هرمون. ليه؟ الهرمونز هتخلي الخلايا تتكاثر، ولو واحده بايظه ده اللي بقى يفسر لي موضوع الهايبرتيزي. فاكر لما قلت لي او يعني حد سالني هو الهايبرتيزي تقدر مالينا؟ اثناء التصنيع ممكن تصنع واحده غلط. خلي بالك انت الهايبرتيزي بتحصل في اكتر في الاماكن اللي فيها هرمون ستيميوليشن، تخلي الخليه تتكاثر على حالتها البايظه، فاثناء الهايبرتيزي صنع لك واحده غلط وكمان تتكاثر فتعمل لك سرطان. طيب المهم الهرمونز they cannot cause tumor initiation but they act as promoters. Examples زي الايستروجين، خلي بالك بقى لو واحده ست عندها ورم ليفز ايستروجين زي الاوفر الموبايل في ورم اسمه فيكا سيل تيومر او جانيلوزا سيل تيومر بيفرز ايستروجين، يعمل ستيميليشن للاماكن اللي فيها ايستروجين زي مين؟ البريست والاندوميتري، يجي لها سرطان في البريست هي بتتكاثر تعمل واحده غلط وتتكاثر على حياتها برضه وسرطان في الاندوميتري. هتعرف الكلام ده الترم الثاني لما ناخد امراض الفيميل، هتعرف الحاجات دي اللي كان عليها باستفاضه. هناخد كل موضوع لوحده، هناخد الكانسر في الاندوميتريا، ما هناخد الاندوميتريا هيبرتيزيا، ما هناخد كل حاجه. طيب يبقى هاي ليفل اوف ايستروجين از ان انوفيليشن ان ادلتس، لو احنا ما جيناش الاوفيليشن اتكلمنا عن الموضوع قبل كده. يعني ايه انوفيلاتري سايكل؟ يعني واحده المفروض يحصل لها اوفيليشن ما حصلهاش، فتفضل الجيفيان فوليكل عايشه فتفضل تفرز ايستروجين، او لو عندها ورم اسمه جانيلوزا سيل تيومر بيفرز ايستروجين. المهم اي سبب يخلي الايستروجين عالي، يجي لها اندوميتريال اند مامري كارسينوما بعد ما يحصل لها هايبرتيزا الاول يحصل لها كارسينوما. طيب وفي ماده بقى ركز معايا وحاجه اقول لك عشان ما تعنيش في الجمله دي، في حبوب منع الحمل زمان كانت عباره عن ايستروجين اسمه الماده الصناعيه اسمها داي ايثايل ستيبستيرول اختصار دي اس. طيب بص بقى بصي لي، واحده ست بتاخد حبوب منع الحمل النوع ده في يوم من الايام نسي تاخدها وجوزها نام معاها فحملت والحمل كان بنت وهي ما تعرفش ان هي حامل وفضلت تاخد دي خلاص شهر شهرين لحد ما عرفت ان هي حامل. لما تخلف بنتها اللي خلفتها يجي لها سرطان في الفاجاينا عشان تعرضت للماده دي. تاني واحده ست كانت بتاخد هرمون الحمل النوع ده اللي هو حاجه صناعيه اسمه في يوم نسيت وخدتوش فحملت والحمل كان بنت، هتفضل تاخد الماده دي شهرين لحد ما تكتشف ان هي حامل. لما تخلف بنتها اللي خلفتها يجي لها سرطان في الفاجينا. حد فاهم حاجه؟ مش نعمل الجمله دي مع بعض بقى ايه؟ طيب بص بقى administration of diethyl cibestrol in a pregnant lady to the lung. طب هتاخدها ليه؟ ما هي نسيت. نسيت وحملت وفضلت تاخدها. يعني دي ماده اصلا بتاعت حبوب منع الحمل. فهي نسيت تاخدها في يوم وحملت. فضلت تاخدها شهر شهرين وهي ما تعرفش ان هي حامل. عشان كده administration of diethyl in a pregnant lady. طيب كان بروموت فاجينال ادينوكارسينوما، نوع من سرطان في الفاجينا اسمه ادينوكارسينوما، ده غريب على فكره. الفاجينا يجي لها سكوينس كارسينوما. ليه؟ لانها سكوينس. انما لو جالها فاجينال ادينوكارسينوما دي عمرها نادره جدا غريبه، يبقى غالبا امها كانت بتاخد النوع ده وهي حملت وما تعرفش ان هي حامل وفضلت تاخد النوع ده. فبنتها بعد ما اتولدت جالها الفاجينا هذه بس هم كلير سيل تايب، الخلايا تبقى كلير كمان ان هير بيبي الفيميل لو هي ست ليه تاكونيز من هير بيبي، يعني بعد بنت تتم 18 19 سنه كده سرطان ده، يعني بنت حتى تنسى والام تنسى ما يعرفوش السبب ايه. على فكره انا جات لي حاله دي انها حاجه نادره جدا، ماس في الفاجينا ببص عليها لقيتها فاجينا ادينوكارسينوما كلير سيل تايب والبنت عندها طبعا يعني تيبيكال الحاله تيبيكال 18 19 سنه، فعلى طول عرفت ان امها كانت بتاخد النوع ده من حبوب منع الحمل وحملت على البنت، حملت في بنت وفضلت تاخد الحبوب دي بعد الحمل ما تعرفش ان هي حامل. فبنتها بعد ما اتولدت بعد 20 سنه يجي لها سرطان في الفاجينا النوع اللي اسمه ادينوكارسينوما سكيس دايت، وده حاجه نادره لان المفروض يجي في الفاجينا سكوما سيكارسينوما. طيب لو واحده لو واحد بياخد اندروجينز اللي بيلعبوا حديد تاخد تستوستيرون يجي له ورم في الليفر في البنكرياس في البروستاتيك ادينوكارسينوما
اللي يعمل سيميليشن زي موضوع الايستروجين يعمل سرطان في الحته اللي فيها الايستروجين الاندروجين بريست اللي بياخد اندروجين يحصل سيميليشن اماكن فيها التستوستيرون ريسبتور اللي هو البوست. طيب في ناس بقى بتقول ان حبوب منع الحمل عموما على الاطلاق اي حبوب منع الحمل بتعمل اورام بس ده مش مثبت قوي بس وجدنا ان فعلا الستات اللي بتاخد حبوب منع الحمل بيجي لها ورم حميد في الليبر اسمه هيباتيك ادينوما حته ليبر زياده اسمها هيباتيك ادينوما تقول ايه ده اول مره اسمع الموضوع ده انا اعرف هيباتيك كارسينوما انما هيباتيك ادينوما تقول ايه هو الليبر ده جلاند ولا دكتور قلنا الليبر ذا بيج جلاند والدليل انه جلاند انه بيفرز البايل فايتوسايز دي ابيديال سيلز الورم الحميد بتاعها اسمه ادينوما هيباتيك ادينوما ماشي. طيب يبقى دول الهرمون ايستروجين واندروجين والدايثيرسين بستيرول والكومبوزيتيف بينز دي انواع الكارسينوجينز اللي قلنا عليها كيميكالز رادييشن فايروسز وفي بعض الفانجاي حاجات ثانيه. تعال نشوف بقى الكلينيكال اسبيكتس اوف نيوبلازما الكلام احنا قلناه قبل كده. اولا البناين تيومرز ما هوش خطير الا اذا طلع فايتال اورجن يعني ايه واحد طلع ورم حديد زي مننجيوما في البرين مشكلتها ايه هي مش هتاكل البرين البناين بس كل ما تكبر تغلط في السكات عشان تطلع فتنزل تدوس لك على البرين وتعمل لك مانيفيستيشن. على فكره القصه دي حصلت من سنتين بالظبط. اخويا ليه واحد صديقه ده متجوز وهو مراته وعياله راحوا شرم الشيخ كل شويه مراته يوم عليه وتتشنج هيك طلعت راحوا راجعين مصر عملوا لها سي تي وام ار اي على البرين لو عندها ورم في البرين ما عرفوش ده ايه. الدكتور دخل عمل عمليه جابولي انا لما جابولي لقيت كوره كده كوره يعني الحجم ده خير. الكره دي لما عملت طبعا انا شفتها قلت غالبا بناين انه ويل ديفاين وكالكسيميتد مننجيوما قد كده حاجه رهيب وضغط طبعا على البرين حفره البرين وبتضغط على المانيفستيشنز بقى حتت وتبقى بقى موتور ايه تعمل تشنجات عامله اجريتيشن للنيرفز كل شويه يقوم عليها يجي لها كيس افلابتكس بعد ما شالوها طبعا بقى ايه بعد ما شالوها لا خلاص كويس يبقى فايتال اورجن زي البرين سمول بيتويتر ادينوما كان ديستروي ذا هول بيتويتر جلاند لو عندك بيتويتر ادينوما ممكن تكبر وتضمر لك بيتويتر جلاند او لو عندك مينجيوما تعمل لك مانيفستيشن يبقى ساعتها خطير. طيب لو طلع في هول اورجن يعني ايه واحد عنده مثلا ورم في الكولون مع انه بوليب اهو بس البوليب لما تكبر تعمل لك انسانال اوبستراكشن انسداد معوي حاد ده ممكن يموت. لو طلع في هول اورجن زي الانتستين تعمل لك اوبستراكشن ما هوش خطير الا اذا فرز هرمون وقال عنده ثيرويد ادينوما تعمل له ايه؟ تعمل له ثيروتوكسيكوزس تيومرز اوف اندوكراين جلاند اكزامبل ادينوماز فروم بيتا سيلز اوف البانكرياس كان كوز هايبر انسولينيزم والهايبر انسولينيزم يعمل لك هايبوجلايسيميا ممكن تموتك او لو عندك ورم في الثيرويد يعمل لك ثيروتوكسيكوزس. الورم الحميد ما هوش خطير الا اذا قلب مالينا يبقى اربع حاجات. الورم الحميد خطير لو طلع في فايتال اورجان لو طلع في هولو اورجان لو فرز هرمونز لو حول الى مالينا. قول يا دكتور تفتكر ايه العلامات اللي اشك فيها ان ورم حميد قلب مالينا؟ دي كانت مكتوبه في الكتاب القديم عشان تتسال فيها في الشفا. يعني امتى اشك ان كان عندي ورم حميد زي لايبوما مثلا في ظهري امتى؟ ده امي عندها لايبوما دي كيس دهني كده كله فات سيلز لايبوما. انت تشك انه يقلب مالينا؟ هو نادر لما يقلب بس امتى اشك؟ برافو عليك. انا طول عمري الورم بص سنة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سنين هو كبر حته صغيره قوي. انما لو انا في خلال 6 شهور كبر جدا ايه ده؟ بغير البيهافير بتاعه من سلولي جروينج لرابيدلي جروينج يبقى ده قلب مالي اشك فيه. طيب ايه تاني غير ان هو شكله اتغير؟ يعني انا كان في ظهري الورم شكله كده بعد شويه لقيت الورم عامل كده ايه ده؟ ده عمل قلب مالي ده عمل انفيجن شكله بقى ريجولر مثل فاين اشك فيه يبقى نمو بسرعه شكله يتغير. ها كل لو حاجه شايفها ما انا بقول لك لو حاجه شايفها يعني طبعا تحت الميكروسكوب بقى الخلايا معاك بتاخد عينه تعرف. طيب الورم الخبيث دايما خطير وبيموت عشان كام سبب؟ شوف بقى عد معايا.
نمرة واحد هيدمر لك الأورجان طالع منه، طالع من الليفر يدمر لي لوكال أورجان ديستركشن. فالدايركت سبريد يضرب في جميع الاتجاهات يدمر لك الليفر زي ما قلنا، لما عشان يوصل للبلاد فيسل يدمر اللي في وشه. تاني حاجة ديستانت أورجان ديستركشن، يعني إيه؟ هيدمر الأورجان اللي رايح له، أنا طالع من الليفر بس رحت للنج، هدمر اللنج برضه. تالت حاجة ديستركشن أوف فايتال سنترز، لو رشق زي السيد رادي. لو رشق لك بقى في الريسبيرتوري سنتر في البرين هيموتك. لو حظك هو الريسبيرتوري سنتر بقى تحت تنفس ورم عمل بتاسس وحب الشكشة الا في الريسبيرتوري سنتر هيموتك على طول ساعتها. يبقى لو حصل ديستركشن للفايتال سنتر زي البرين تيومرز. طيب اوبستراكشن ده نيو ديفول اورجن، ده البناين بيدمر بيموت وكمان المالجنت. يعني لو عندك مثلا فانجيتنج بوليبويد ماس في الكول لما تكبر كرومبا تسدلك تعمل اوبستراكشن انسداد معوي حد يموتك. يبقى obstruction of the lumen of whole organs زي انتسان التيومرز. طيب وبيموت كمان لان بيحصل organ في الخلايا، في organ destruction organ failure. يعني ايه؟ يعني لو ورم سدلك اليوريترز تحصل. هقولك الورم ايه بتعمل كده، يعني renal failure due to renal obstruction. ورم مثلا ادي الكيد يمين وشمال خلاص وادي اليوريترز، عندك ورم قفلك اليوريترز، اليوريترز ينزل ما عرفش هيعمل باك بريشر على الكيدني ويدمرها لك، حصلت لينا الفين في موادي. طيب في اورام كده عارف ايه يا دكتور؟ كانسر سيرفكس من الستات، سرطان السيرفكس بينتشر بيعمل انفيجن لليوتر، ممكن اول مانيفستيشن الست ما تعرفش ليه. كانسر سيرفكس ما بيعملش مانيفستيشن، شويه بليدنج، ما انا عندي بليدنج بالدوره، شويه ريجولار بليدنج بتحصل لي قبل كده من زمان ما تعرفش. امال ايه؟ اول اكتشاف ان عندها رينال فيلر، يبص يلاقي رينال فيلر ايه اللي عمل فيه اوبستراكشن ليوريتر. والله ايه اللي عنده اوبستراكشن ليوريتر ده كانسر سيرفكس عامل ايه؟ ما علينا. ليفر فيلر اند جونز ان كيس اوف برايمري، يعني لو ليفر طالع من الليفر ورم طالع من الليفر يسد لك البايل داكتس، او ورم ناشئ في الليفر يسد لك البايل داكتس، يعمل لك ليفر فيلر وجونز زي ما قلت. طيب ما نيوتريشن ده مهم بقى، ده هيتسال فيه. يعني ايه؟ يعني اللي عنده سرطان ممكن يموت من قله الغذاء. طب قله الغذاء ليه؟ نمره واحد لوس اوف ابيتايت، هتعرف ان الورم السرطاني خصوصا في جي اي تي، يعني واحد عنده ورم في الاستومك، ورم في اللارج انتستين بيفرز بيبتايدز تسد نفسه عشان ده انت اصلا ما تاكلش لان عندك ورم سرطاني بالذات في جي اي تي. طيب لوس اوف ابيتايت. تاني حاجه انترفيرنس وذ فود انتيك، يعني ايه؟ لو واحد عنده ورم في الاستومك مثلا، كل ما تاكل استومك بتوجعك، عندك مغص، طب انا شويه. يبقى حصل لك مال نيوتريشن بسبب انترفيرنس وذ فود انتيك، حتى كانسر جي اي تي. كرونيك توكسيميا، ليه؟ الورم اللي عندك في حتت ميتة، نيكروزز وهيموريج. تيجي البكتيريا وتتكاثر على حتت الميتة، وتعمل لك سموم تخش الدم، تعمل لك توكسين. على طول الورم اللي عندك في حتت ميتة، على طول عندك بكتيريا بتاكل في حتة الميتة وبتفرز لك سموم توكسينز اللي تخش الدم بتعمل لك توكسين فتسد نفسك. مال نيوتريشن. ثالث حاجة انيميا، ده مهم بقى. يقول لك ايه اسباب الانيميا واحد عنده سرطان؟ اربع حاجات. يعني ليه اللي عنده سرطان عنده انيميا دايما؟ نمرة واحد بيجي له نزيف داخل التيومر، هيموريج نيكروز ريكارد هيموريج فور ذا تيومر. نمرة اثنين الورم لو نزل في الدم وراح للبون يدمر العظم، يعمل لك بون مارو متاسس، فيعمل لك بون مارو ديستراكشن. البون مارو اللي بيفرز لك ارميسيز، لما يدمر لك البون مارو مفيش افراز ارميسيز فيحصل لك انيميا، يدمر لك البون مارو لما يعمل متاسس. نمره ثلاثه هاي تيومر سيل ميتابوليزم، الخلايا السرطانيه تتكاثر بعنف، تخلص لك الغذاء اللي انت بتاكله، يعني تخلص لك الاير تعمل لك ان ديفيشنسي انيميا، تخلص لك الفوليك اسيد تعمل لك ميجالوبلاستيك انيميا. هاي تيومر سيل ميتابوليزم بينيد تو فوليك اسيد ديفيشنسي او ايرن ديفيشنسي، يا اما هايبوكروميك مانوكسيديك انيميا يا اما ميجالوبلاستيك انيميا. واخر حاجه اوت ايميل هيموليسيس، يعني ايه؟ الخلايا السرطانيه لما تنزل الدم قلت لك من التخبيط تفرع لك ارميسيز ويحصل اوت ايميون، الجسم يروح يدمر ارميسيز نفسه بسبب اوت ايميون هيموليسيس، فالارميسيز اتدمرت. يبقى اللي عنده سرطان مالينان تيومر بيجي له مال نيوتريشن ويجي له انيميا. سبب الانيميا اربع حاجات، ريكارنت هيموريدج فروم ذا تيومر، نيكروزز وهيموريدج جوه الورم نفسه، بون مارو ديستركشن لما ينزل الدم وحط لك البون مارو فبيتسبكش ار بي سيز،
هاي تيومر سيل ميتابوليزم تيرن اوفر في خلاص الفوليك اسيد وان يعني عندك عند ديفيشنسي او ميلوبلاستيك انيميا واوت اميون هيموليسيس اللي ربنا سيب نفسها تتدمر. خلي بالك ان كل دي اسباب النيوتريشن. يعني منين بيجي لك سوء تغذيه لوس اوف ابيتايت ما تاكلش كويس عشان في بيتايت في السيل نفسها انت بتغير سلوك الفود انتيك كل ما تاكل يحصل لك بين مش عايز اكل كرونيك توكسيميا لان الورم نفسه فيه سيكندري انفكشن فبيعمل لك سموم في الدم بيعمل لك مالنيوتريشن تسد نفسك وانيميا انيميا عمل لك مالنيوتريشن. طب ليه الانيميا؟ عشان اربع اسباب. طيب دي مهمه بقى كاشيكس. يعني ايه كاشيكس؟ اللي عنده سرطان في المراحل الاخيريه تلاقيه جسمه كله جاله هزال جلد على العظم بعد ما كان جلد طويل وبلع حديد وبقى جلد على العظم. ليه بقى ده اسمه كاشيكس؟ كاشيكس دي عباره عن حاجتين اتنين بالاي واتنين بالدبليو. كاشيكس عباره عن ماركت ديفيز اوف بادي ويت دبليو ويت وزنك قل قوي ويتنس عندك ضعف ادي بالدبليو برضه وعندك انوريكسيا مالكش نفس وانيميا. يبقى الكاشيكس اعراض اربع حاجات انوريكسيا وانيميا ديفيز في البادي ويت وويتنس. ديكريس في البادي ويت اللي هو كتبها لك بادي فات اند لين بادي ماس كل دي كلمة دي على بعضها بدلها بادي ويت ويكنس انوريكسيا وانيميا دي اعراض الكاشيكس. يبقى عندك انيميا عندك انوريكسيا ماتش نفس وزنك قل قوي وعندك ضعف. طيب سببها ايه؟ الدستركشن حصل سيستم فيلير اللي حصل لك كل الاورجانز اتدمرت. There is some correlation between the size and extent of tumor spread and كاشيكس. كل ما الورم كان منتشر في جسمك كل ما كان يجي لك كاشيكس اكتر. طيب some malignant tumors may secrete hormones. خلي بالك بقى يعني ورم سرطاني طالع من الثيرويد مش بس البناين ليفز كمان المالين. عشان واحد سألني كان سألني السؤال ده حد كان سألني هو المالين كمان بيفرز زي البناين؟ قلت له اه malignant tumor بالعكس ده بيفرز اكتر. كان الثيرويد ادينوما تفرز ثيرويد هرمون 50 وحده لو ثيرويد كارسينوما يفرز مليون وحده لان خلايا تتكاثر بعمر. طيب بيقول الله فمش الخلايا السرطانيه دي مالهاش فانكشن بينفيت او ما مش ما ده مش بينفيت ده بيزيد بس بيفرز برضه. يبقى فانكشنينج اندوكراين تيومر وده السؤال اللي جه في نص السنه اللي فاتت وكتب غلط لمصلحتهم. فاكر لما قلت لك جاله السؤال كان بري نيوبلاستيك نيوبلازم او بري نيوبلاستيك ديس اوردر فكتبوها بارا نيوبلاستيك ديس اوردر. هو يا اما تكتب لي بارانيو بلاستيك سيندروم تكتب لي برينيو بلاستيك ديسوردر. يعني ايه الحاجات اللي مش مالجنت بس ممكن تقلب مالجنت ده اسمها برينيو بلاستيك ديسوردرز. فهو عمل ميكس كتب له جمله غلط. هي كان السؤال اصلا برينيو بلاستيك هو اللي قلت لك عليه كرونيك انفلاماتوري سيلز وراكب ماين بعض المناني مالجنت وبعض كرونيك ايديشن وحاجات كده. انما اللي كتبها غلط فكتب لها ايه بقى كتبها بارانيو بلاستيك فاللي كتب دي صح كده دي صح. ايه بقى بارانيو بلاستيك؟ بص يا دكتور واحده ست داخله الدكتور في العياده بتبص كده لامون فيس بافالو ترامب دي تبقى ايه؟ كوشي وعمال يعالج على انها كوشي والقصه مش كده خالص. امال ايه؟ ده عندها ورم في اللنج نوع اللي اسمه سمول سيل كارسينوم ده مشهور خلايا صغيره كده شبه حبوب القمح الاسم الثاني اوت سيل بعدين هتبقى كل موضوع من اللنج هناخد كل حاجه سم مش بعقدك بس هتعرف كل حاجه تاخدها. ثم الورم ده بالمره بيفرز اي سي تي اتش كده ورم في اللنج مالجنت بيفرز اي سي تي اتش زي التيتري فيروح على الادينا كورتكس بيفرز كورتيزول كورتيزون فالوليه كده كوشي مون فيز مفروض وانت فاكر ان هي كوشي وعملت عليها على انها كوشي. الاي سي تي اتش عالي كورتيزول كورتيزون عالي في الدم بس مفروز منين؟ مش من التيتري خالص التيتري سليم. هما منين؟ من الورم السرطان على بعض شويه تموت طبعا الورم ده بيموت الحمد لله. بارانيوبلاستيك سندرومز اوكي في 10% من الحالات يعني كل 10 حالات سرطان هتلاقي واحده عندها بارانيوبلاستيك حاجات بتتفرز من اماكن غريبه مش لازم اس تي اتش. واحده عندها ورم في اللنج يفرز لك هو نفس النوع يفرز لك انسولين او انسولين لايك فيعمل لها هايبوجلايسيميا على طول. They are caused by abnormal products of the tumor. Example, lung carcinoma, نوع اللي اسمه small cell, مش أي نوع. May produce STH cushing. كنت عملت عليك على إنها كوشن. في حاجات تانية على فكرة مش ده بس. واحد بيفرز برولاكتين يعني ده ميلك من البريست. وهكذا. طيب.
وفي هايبر كواجلابيلتي. انا هو ده باب شطر بتاع سيكريشن، يعني دايما اللي عنده سرطان يجي له جلطات. ليه بقى؟ مايجراتوري ثرومبوفليبايتس ديسيمينيتد انتراسكار كواجليشن نون باكتيريال ثرومبوتيك انتوكارديتس، كل دي هناخدها في شابتر سيكريشن. اعرف بس اسامي كده، مايجراتوري يعني في كذا حته، ثرومبوفليبايتس ديسيمينيتد يعني منتشر انتراسكار كواجليشن كل فيست، نون باكتيريال ثرومبوتيك انتوكارديتس بيحصل في الحالات زي روماتيك فيفر. ما علينا. طيب في موضوع تاني مهم عشان تعرف الاورام اسمه جريدنج اند ستيجنج اوف تيومر. بص يا دكتور بقى، انا دكتور باثولوجي لما بيجي لي معينه اورام لازم وانا بكتب التقرير اكتب له جريدنج وستيجنج. يعني حضرتك واحد عنده سرطان في القولون، خلاص بيجي لي الماس القولون اللي شايلها اللي فيها سرطان ويوصل بعد كده السليم بالسليم القولون، سو يشيل الورم و2 سنتيمتر يمين وشمال سيفتي مارك يوصل السليم بالسليم. خلاص الورم اللي بيجي لي ده بقى لازم في التقرير بتاعي اقول طبعا نوعه ايه، ادينو كارسينوما ولا ميكويد كارسينوما ولا سيجمنت كارسينوما ولا اندفنشن كارسينوما، ولازم اكتب له جريد بتاعه ايه، جريد 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، ولازم اكتب له الستيجنج يعني ايه الورم ده عامل انفيجن الميكوزا بس ولا الساب ميكوزا ولا الماسكيلوزا ولا خرم السيروزا وينزل على الاوفرز يبقى اسمه كاكنبرجز. لازم اكتب له الحاجات دي. طيب ايه بقى الفرق بين الجريدنج والستيجنج ومين فيهم افيد؟ الجريدنج احنا بنبص على الديفرنشيشن بتاع التيومر، وساعات ابص كمان على عدد الميتوزيس في الخلايا وابص على شكل الورم. يعني ايه الجريدنج يا دكتور؟ فاكر لما قلت لك مين شبه الجلانز الاصليه؟ مالجنا بس شبهها، هو الديفرنشيت وشبهها متوسط مودريت وشبهها من بعيد بولي وشبهها خالص اندفرنشيت، ده جريدنج. ليه؟ بأدي جريد للورم، وطبعا كل ما يكون ويند فرانشيت كل ما يكون احسن. فاللي قلناه في الاول واشوف كمان قد ايه مايتوزس في الخلايا. جريدنج سكيم ديفرنت فور ايتش تايب اوف مالينس، يعني كل ورم ليه جريدنج بتاعه. ان جنرال رينج فروم تو كاتيجوريز، يعني في حاجات لو جريد وحاجات هاي جريد، اب تو فور كاتيجوريز اللي قلت لك عليها، ويل ولا مودريت ولا بولي ولا اند فرانشيت. وساعات اكتب لو جريد وهاي جريد، يعني مثلا في البلادر بكتب لو جريد السرطان في البلادر لو جريد وهاي جريد، في الكولون لا، في بقى جريد 1 و 2 و 3 و 4 اللي هم ويل ومودريت وبولي وان ديفرنشيت وهكذا، كل ورم ليه جريد بتاعه. طيب اولذو هيستولوجيك جريدنج از يوزفول، طبعا حاجه كويسه، انما مش مهم الستيجنج ام منه. الكوريليشن بين هيستولوجيك ابييرنس اند بيولوجيكال بيهيفير مش قوي. يعني ايه؟ يعني مش شرط مثلا ان واحد عنده ويل ديفرنشيتد وما يحصلوش متاسس بسرعه، ممكن يحصل له متاسس بسرعه، ساعات بتخلف يعني، فمش مظبوط قوي. طيب الستيجنج بقى اهم منه. ليه بقى؟ الستيجنج ده بيديك صوره حلوه جدا بقى عن الورم. الستيجنج اوف سوليد كانسرز ديترمايند باي ايمجينج، طبعا عشان اعرف ستيجنج من ضمن الحاجات اعرف اذا عمل متاسس ولا لا. طب اعرف منين عمل متاسس ولا لا؟ اعمل له بون سكان ايمجينج وسيرجيكال اكسبلوريشن از بيز اون ذا سايز اوف ذا برايمري ليجن. يعني ايه؟ يعني مثلا عايز اعرف الورم ده راح البونز ولا لا، اعمل له حاجه اسمها بون سكان، اعرف السرطان ده راح البونز ولا ما راحش، شاكك في اورجان راح اللنج اعمل له سكان اكس راي على اللنج اشوف عمل متاسس ولا ما عملش وهكذا. طيب كمان الستيجنج بيتضمن ايه؟ حجم الورم. يعني مثلا واحد عنده ورم في البريست، لو حجم الورم في البريست من 0 ل 2 سم ده تي 1، هتعرف ان من دي رقم 1. لو من 2 ل 5 سم تي 2، اكتر من 5 سم تي 3 وهكذا. يعني كل ورم ليه الستيجنج بتاعه بنرقمه حاجات معينه. المهم بقى سايز اوف ذا برايمري ليجن اتس اكستند اوف سبريد تو ريجنال انفنوز، راح الانفنوز ولا لا، وكام الانفنون بالظبط، يعني بيديك تفاصيل احسن. وبريزنس اوف ابسس اوف بلاد بوم ميتاس، راح الحته الثانيه في الجسم ولا لا، يعني راح الانفنوز وعمل ميتاس في اي اوجه ثانيه ولا لا. طيب اشهر ستيجنج سيستم اسمه امريكان جوينت كوميتي اللي بنسميه تي ان ام. تي يعني تيومر سايز حجم الورم، ان يعني نودا الميتاستاسيس، ام يعني ديستال ميتاستاسيس. يبقى ان الورم راح الليمف نود ولا ما راحش، وراح لكام واحد، ام في ديستال ميتاستاسيس ولا ما فيش، تي حجم الورم قد ايه، ده بيديك بقى انديكيشن لكل حاجه. طيب تي يعني برايمري تيومر، ان يعني ريجنال ليمف نود انفولفمنت، وام يعني ميتاستاسيس. يعني مثلا المنظر ده ده ورم في البلادر، الستيجنج بقى نعمله ازاي؟ لو هو بس في الميكوزا ستيج 0،
لو ميوكوزا او سب ميوكوزا يبقى ستيج 1، ميوكوزا او سب ميوكوزا ودخل في المصل ستيج 2، ميوكوزا او سب ميوكوزا ودخل في المصل ووصل للسيروزا اللي بره يبقى ستيج 3، خرم السيروزا وراح حته ثانيه ستيج 4 وهكذا. ده بقى بيديك لما تقول له ستيج 4 خلاص عارف يعني ايه، لما تقول له ستيج 3 عارف معناها ايه. طيب مش بس كده، بص يا دكتور الدي ان ام زي ما قلت لك، لو تي 0 يبقى الورم انديكيتس تو ان انسايتو ريجن، لو عندك ورم كتبت للدكتور في التقرير تي 0 معناها انسايتو يعني ما عملش انفيجن بيزد برين يعني سيلير ديسبيز. لو تي 1 مثلا في البريست معناها 0 ل 2 سم، تي 2 من 2 ل 5 سم، تي 3 اكتر من 5 سم. طب ده طبقه في اي حته؟ لا ده بتاع بريست بس. تقول يا نهار اسود يعني انت حافظ كل واحد كل لك يعني تقول لي مثلا ورم في البلادر اقول لك لو من كذا لكذا يبقى تي 1 كل ورم ليه التسميه بتاعته. طب بناء عليه عملنا الرصيد مش عليه طبعا لما تشتغل باثولوجي ده بناء على البيهيفير يعني هنعرف ان مثلا ايه تي 2 بتاع البلادر اوحش من تي 2 بتاع البريست وهكذا يعني فاهم؟ ما علينا مش مهم. طب والان بقى لما تكتب لي ان 0 يعني الورم ما راحش ولا لين فلو. طيب ان 1 بقى حسب كل ورم ان 1 مثلا في البريست معناها راح لاقل من 3 لين فلو ابسيلات ما هي معاك. ان 2 لا اقل من 3 لين فلو بس ناحيتين وكل ورم وليه الان بتاعه. يبقى في ان 1 اوحش حاجه ان 3 راح لكل لين فلو كل جسمك وناحيتين. طيب الام بقى سهل، يا ام 0 يا ام 1. ام 0 يعني مفيش ديستال ميتاس، عملنا سكان وما لقيناش حاجه في جسمه خالص. ام 1 يعني حصل ديستال ميتاس. يبقى الام سهل. ايش البي 2؟ ها؟ البي 2 لا يعني هي ام ما تكتبش ام 2 يا ام 0 يا ام 1. هي ام 2 انديكيتس ذا بريزنس اوف ميتاس اند سام جادجمنت تو ذير نمبر يعني عددهم كمان. يعني كمل كم واحده كم متاسس يعني انما لا احنا بقى عددنا بنكتب ام 0 ولا ام 1 يعني على فكره يا ام اكس. ام اكس يعني ما نعرفش ما عملناش سكان. لو ما كنتش عملت سكان ما تعرفش اذا كان في متاسس ولا تكتب له ام اكس. طب لو ما فيش عملت ولقيت ما فيش ام 0 لو عملت ولقيت يبقى ام 1. لو انت ما انتش عارف اكتب له ام اكس حتى الانفنود لو ما جالكش الانفنود وحللتها اكتب له ام اكس. اما لما تجي لك تشوف بقى ان 1 ولا ان 2 ولا ان 3 بتعمل يعني لازم لازم التقييم بتاعي في تي ان ام بيتعمل ازاي؟ الاشعه ولا بياخدوا؟ انا كدكتور باثولوجي جالي مثلا ورم واحده شال البريست والليمف نود هو كاتب لي الورم ده تي 2 يعني كان 2 ل 5 سم وعارف كده دكتور حافظ برضه الدكتور الجراحه واقول له مثلا ان 2 يبقى كان عن بوث سايدز والليمف نود اكتر من 3 هو عارف كده وام 0 يعني مفيش ديسم تاسع اتعمل بونس كده. طب ما عملش يبقى اكتب ام اكس يبقى اكتب له تي 2 ان 2 ام اكس ما عملناش ديسم بونس كده مع الورم تمام وهكذا كل واحد بقى له مين يعني. طيب ستيجنج از اوف جريتر فاليو ذان جريدنج مين احسن ستيجنج از ريجارد تشويس اوف تريتمنت اند بروجنوزس. طيب اخر حاجه بقى لابوراتوري دايجنوزس اوف كانسر يعني سيادتك عايز تعمل تحليل الورم ايه اللي بيحصل؟ في مليون طريقة يا دكتور. من أول أشهر حاجة الفاين نيدل دلوقتي يعني واحد عنده ورم في البريست عايز تعرف ده بنين ولا مالجنت ولا لا ف اون ذا سبوت المريضة بتجي لي معاها جوزها مثلا وأنا قاعد في المعمل بروح مديها لوكال أنستيتيك تاني وأروح داخل بالإبرة في الورم أفتته كده وأروح ساحب شوية خلايا وأبص عليه تحت المكسو ده اسمه فاين نيدل مش لازم أعينها يعني. طبعا ده حلو جدا لأنه نون إنفيسيف مش مكلفه فلوس كتير ما دخلتش عمليه ما تبنجتش طبعا دول ده نوت ابليكابل في حاجات ثانيه يعني عندها ورم في الليبر ما اقدرش اعملها كده لازم تاخد عينه من الورم فده لازم عمليه ولازم تتبنج الليبر هتشيله ازاي وحاجات ثانيه يعني ده مفيد الفاين نيدل في حتت زي البريست زي التيرويد حاجات اقدر اخد منها انما في حتت ما اقدرش اخد منها وفي حتت صعبه كسيتولوجي ده اسمه علم ثاني اسمه سيتولوجي غير البايوبسي. المهم مورفولوجي من سيفرال هيستولوجيك اند سيتولوجيك سامبلينج اوف تيومرز ار افيلبل يعني اكسيجن بايوبسي ياخد حته من الورم فاين نيدل قلت لك عليه ده واخش في ابره واخد شويه خلايا وفي سيتولوجيك سميرز اشهر حاجه التاب سمير مين سمع عنها؟ اوف سيرفيس مشهور في الدول العربيه بيتعمل دلوقتي في مصر طبعا برضه صباح الفل تاب سمير واوروبا طبعا امريكا اول ناس بداوه
ممنوع واحده تتعين في اي وظيفه لما تعمل باب سميرز ويشوفوا عندها السيرفس عشان ما عندهم مشكله كانسر سيرفس فيه شهيره فلازم تعمل باب سمير تاخد لحسن من السيرفكس بيخش كده حاجه زي خشبه وتاخد لحسن من السيرفكس عشان شويه خلايا ويعمل فريدهم ويصبغهم يشوف فيهم خلايا اتيبيكال خلايا سرطانيه بيبان ماشي طيب المهم نيجي بقى لموضوع احنا عايزين نتكلم عن ايه ميون هيستوكيمست يعني مين سالني فيكم يا دمبارح واحده في الايبيكا بدي السكشن قالت لي طيب اعرف منين الاندفرنشيتد كارسينوما من الساركوما واحده طلع لها ورقه من اندفرنشيتد كارسينوما خلايا بقى شكلها ازاي عامل كده عامله كده طيب والاندفرنشيتد ساركوما خلايا عامله كده الله شبه بعض او شبه بعض اعرفه منين مش هتعرفه طب اعمل ايه اصبغهم يعني ايه انا محضر الانتي بادي بتاع كل الاورام اللي في الدنيا يعني مثلا لو بتتكلم على undifferentiated الخلايا دي عايز تعرف كارسينوما ولا لا ليها انتي بادي اسمه سيتوكيراتين او الابيثيليال ميمبرين انج اسمه ايما دول يقول لك اذا كان الاورام ده ابيثيليال ولا لا اعمل ايه بقى انا محضر الانتي بادي لما اصبغ الانتيجين لو هو ده الانتيجين بتاعها هيمسك فيه فالخلايا تتلون باللون اللي انا عامله اللي هو اللون البني غالبا اللون البني ده اللي احنا معترفين بيه يعني يعني الانتي بادي ده ملون لون بني واصبغ بيه الخلايا اللي انا شاكك فيها شاكك ان هي كارسينوما جيب الانتي بادي بتاع الكارسينوما واصبغ الخلايا لو هي كارسينوما فعلا الانتيجين بتاعها هتمسك في الانتي بادي فالخلايا تتلون بني انا محمل الانتي بادي لون معايا هو مش في ديفيجن يونيتي في انتيجين نيجاتيف لا لا ده جوه الجسم لما بقى لما تاخد الورق بره ده موضوع تاني ان فيفو ده حاجه تانية ان فيفو حاجه تانية المهم فانت خلاص عرفت ده كارسينوما طب يفيد في ايه في العلاج مختلف علاج الكارسينوما مثلا غير علاج ساركوما وهكذا ولو انت الساركوما ما تعالجش يعني طيب في بقى كل ورم ليه انتي بادي طب انا مطلوب مني احفظ الحاجات بتاعته لا بعض الحاجات بس يعني مثلا تعال نقرا الكلام ده Immunohistochemistry is a powerful tool in determining the histogenesis of poorly differentiated tumors. بنستخدمها لو انت بتشعر ورم ده ايه؟ يعني هل هو ده مثلا undifferentiated carcinoma ولا ده sarcoma ما اعرفش. طب اصبغ بالانتيبادي بتاع الاثنين اللي هيتصبغ بيها هو ده. بدل الانتيجين بتاعه. طيب identification of different tumor types is by using antibodies against different specific proteins expressed by the tumor cells. يعني ايه؟ لو انا شاكك ان الورم ده الخلايا دي ليمفوسايتس يعني ليمفوما اصبغها حاجه اسمها LCA ليمفوسيتيك كومن انتيجين ده بيصبغ الليمفوسايتس يبقى الورم لو الخلايا انا عندي خلايا شكلها مدور كده اعرف منين دي undifferentiated كارسينوما ولا ليمفوما اعرفش طب اعمل ايه اصبغها بال LCA ما اتصبغتش يبقى دي مش ليمفوما هجرب مين بعد كده ده سايتوكير اتصبغت يبقى ده فعلا كارسينوما ما هوش ليمفوما ليه لانه اندفرنشيت انا مش عارف ايه انما لو هو سينسس خلاص لو اندفرنشيت كما كارسينوما لو باين ان هو ايه خلاص طب مش باين لا اصبغه بقى عشان اعرف ده ايه طب يفيد في ايه في العلاج العلاج ده العلاج ده يبقى السيتوكيراتين ار بريزنت ان كارسينوما الفايمنتل في الساركوما يعني دول بقى الساركوما ياخدوا ايه ياخدوا حاجه اسمها فايمنتل لازم احفظ الكلام ده الاس 100 بروتين في الشوان سيلز يعني عموما كل النيرفز بتسبب الاس 100 بروتين وال الميلانوما بس خلي بالك المالينا الميلانوما ليها حاجه سبيسيفيك ده نون سبيسيفيك ليه بيظبط كذا حاجه يعني لو الورم ده شاكك ان هو طالع من النيرفز يتصدر شاكك ان طالع من مالينا الميلانوزايت يتصدر طب طب ايه الفرق اعرف بينهم لا طب ايه بقى السبيسيفيك بص الريبورت لو يا دكتور اكتب دي عشان هتسال عليها الميلانوسايتس لو قلبت مالجنت دكتور الميلانوسايتس اللي هي من مالجنت ميلانوما ليها سبيسيفيك تيومر ماركر او يعني ميلانوستوكيمسي اسمه اتش ام بي 45 ده كان مكتوب في الكتاب القديم او ميلان اي يعني لو انت شاكك الورم ده مالجنت ميلانوما ولا لا اصبغه ده او ده هيطلع بوزيتيف الاس 100 بيظبط حاجات كتير تانية انما دول ما بيظبطوش الا الميلانوما بس حد فاهم حاجه دول سبيسيفيك الاس 100 نون سبيسيفيك بيظبط حاجات كتير طيب
الميونو هيستوكيمستري كان بي ابلايد فور ايدنتيفيكيشن بروجنوستيك انديكيتورز. يعني ايه؟ في بعض الحاجات اقدر اعرف فيها الورم ده بيزيد ولا بيقل. يعني مثلا حضرتك عملت عمليه لورم مالين دكتور ركز معايا، شلت مثلا كانسر بروستيت خلاص، كان بيفرز حاجه اسمها بي اس اي كويس. بعد ما شلت الورم عايز تعرف الورم ده رجع تاني ولا لا، لو لقيت البي اس اي بيعلى لا يبقى ده رجع تاني. طيب تعال نشوف بقى الكلام ده هنا. حاجه اسمها كاي 67 از بروليفريشن بروليفريشن ماركر. يعني ايه؟ يعني عندك ورم في البريست هتظبطه بالكاي 67، المفروض الكات اوف بوينت 14%، لو اكتر من 14 يبقى عنده هاي بروليفريشن اندكس، ورم ده شديد الخطوره. يعني ايه؟ يعني هاي جريد، يعني ينتشر بسرعه هيموتك بسرعه. لو اقل من 14% يبقى لو جريد وهكذا. يعني الكاي 67 ده بنعرف قد ايه الورم بيتقتل بسرعه ولا لا، اسمه بروليفريشن مارك. هاي بروليفريتد ماركرز ار مور اجريسيف وتموت بسرعه. اكتب 14% كات اوف بوينت عشان الناس تعرف المعلومه دي. طيب الايستروجين بروجسترون ريسبتور قلت لها واتكلمنا عليها قبل كده دكتوره، قلنا واحنا عندنا سرطان في البريست لازم اعملها اي ار وبي ار. ايستروجين بروجسترون لو طلع بوزيتيف حلو ولا وحش؟ حلو. حلو ليه؟ اقدر اديها انتي ايستروجين اعالجها كده. طب طلع نيجاتيف يبقى ما الحل ده مش في ايدي، ما اقدرش اديها حاجه ضد الايستروجين لان اصلا ما عندهاش ايستروجين ريسبتور وبالتالي ما اقدرش اعالجها من ايستروجين. فهمت حاجه؟ فهمت يا دكتور؟ يعني اللي يطلع لها اي واحده بتحكي لها سرطان بريست لازم يتعملها اي ار وبي ار وهيرتون يوم قلنا عليها. الاي ار والبي ار لما يكون بوزيتيف حاجه كويسه. ليه؟ معناها ان ليه ريسبتورز للايستروجين وهو بيتغذى على الايستروجين. طب اعمل ايه؟ اديله ضد الايستروجين حاجه اسمها تاموكسيفين فالورم ينقص. طب ما لهاش اي ار وبي ار ريسبتورز يبقى حاجه وحشه ما اقدرش اديها انتي ايستروجين، ما لهاش علاج بالانتي ايستروجين. لا البي ار البروجستيرون مش مهم قوي، الاي ار هو الايستروجين هو الاهم منه. طيب والهيرتون يو بقى كل ما يكون بوزيتيف يبقى وحش، معناها الانتيجين بقى اجريسيف وهينتشر بسرعه. لو طلع هيرتون يو نيجاتيف تفرح عكس الايستروجين. ماشي؟ يعني الهير 2 طلع عندها نيجاتيف معناها ان الورم ده ملوش قابليه انه يعمل ميتاس لو جريد. يعني الهيرتون يو طلع بوزيتيف لا يبقى الورم ده هيعمل ميتاس. اديها ايه؟ انتي الهيرتون يو اللي هو اسمه ايه بقى؟ هيرسبتين اللي خدناه. ماشي؟ طيب ديتكشن اوف هير 2 اللي هو جروث فاكتور ريسبتور اكسبريشن ان كانسر بريست تيومرز وذ انكريز هير 2 ريسبتورز اللي عندها هير 2 ار مور اجريسيف وعالجه بايه؟ بالانتي هيرتون يو انتي بوديز اسمه هيرسبتين. الكلام ده قلناه قبل كده. طيب ناخد اخر حاجه بقى تيومر ماركرز. يعني ايه اللي فات ده دكتور؟ بص لي دكتور اللي فات ده اسمه تيومر اسوشيتد انتيجنز، الخلايا نفسها عليها انتيجن من بره اقدر ان انا اظبطها. انما في اورام بتفرز في الدم نواه. طب دي حلوه؟ اه طبعا حلوه. ليه؟ اقدر اعرف بيها انت عندك الورم ده ولا لا، ولما اشيل الورم لو الماده دي رجعت تاني تعلى يبقى الورم ده رجع تاني، ولو ما رجعتش يبقى الورم ده خلاص ما رجعش تاني ولا كان حاجه كويس. اسمها تيومر ماركرز غير الامينو هيستوكيمستري. يبقى بايوكيميكال اسيز فور تيومر اسوشيتد انزيمز اند هرمونز اند اذر تيومر ماركرز ان ذا بلاد كان دي في البلاد في الدم كان بي يوز فور ذا ديفينيتيف دايجنوز اوف كانسر. يجي واحد يقول لك ايه والنبي اعمل لي تحليل كده احسن يكون عندي سرطان. انت بتعمل له حاجات برضه خلي بالك هتعرف ان هي نون سبيسيفيك. يعني ايه؟ يعني مثلا الالفا فيتو بروتين لو لقيته عالي في مليون حاجه تفرزه. هو طبعا معناها حاجه وحشه عندك ممكن عندك ورم، بس هل ورم بيخس تيست؟ ممكن. ورم في الاوفري ممكن بيفرز، ورم في الليفر ممكن، كل دول بيفرزوا الفا فيتو بروتين. في حاجات سبيسيفيك وفي حاجات نون سبيسيفيك. طيب تعال نشوف بقى. هاويفر they contribute for the detection of cancer and in some instances are useful in determining the effectiveness of therapy. بدي علاج. لو لقيت المادة دي بتقل يبقى العلاج كويس. لقيت المادة دي ما بتقلش وتزيد يبقى العلاج ده مش جايب نتيجة يبقى ده غلط. And for the appropriate of a recurrence. لو لقيته بيعلى تاني بعد ما عملت عملية تموت، لقيته عيني تاني يبقى الورم جه تاني. طيب لازم احفظ دول؟ اه. ايه هما بقى الحاجات اللي احنا بنحبهم؟ الحاجات اللي تعرف اتش سي جي ده بتاع ايه؟
هيومن بلاجرات قلناها بتاع البلاسينتا اللي هي اسمها تروفوبلاستيك تيومرز. في اورام البلاسينتا منها مالجنت هناخدها في الترم الثاني في الشابتر اللي فيه لو عالي يبقى عندها كوريو كارسينوم. فاكر كوريو كارسينوم اسمها تروفوبلاستيك تيومرز. طب الكالسيتونين خدناه اماليدوز مدار الكارسينوم والثايرويد الورم اللي بيطلع من السي سيلز اللي موجوده مش الفوليكلز اللي في الارضيه بتاعت الثايرويد اسمها سي سيلز اللي هي كانت بتفرز لك ابوها بروكالسيتونين ده اميلويد. انما لو كالسيتونين نفسه بقى ده اسمه مدار الكارسينوم والثايرويد. طيب في الفا فيتو بروتين ده سرطان الليفر وحاجات ثانيه سرطان التست سرطان الاوفري في الكارسينو امبريونيك انج اسمه سي اي اي ده مليون حاجه بقى شوف بيتفرز من الكانسر كولون كانسر بانكرياس كانسر لان بيقول لك ان في مش طبعا تخليك ذكي واحده جايه لها ماس في الاستومك لقيت السي اي عالي ما بين الاستومك يعني مش فاهم الحاجات دي كلها بس انت حسب الحاله الحاله جايه لك ايه وعندها ورم في الكولون والسي اي عالي يبقى سببها ان السرطان بتاع الكولون ولا لا يعني مش كل الحاجات مره واحده يعني ممكن مثلا يكون هو اتنقل لمكان تاني وانا شايف لا مثلا حتى لو اتنقل مكان تاني المكان الاصلي هو اللي ديفرنس اكتر ماشي طيب ده مهم بقى بي اس اي ده بتاع الرجال على فكره كل الرجاله فوق سن 60 سنه بتعمله مشهور يعني يقول لك انا هروح اعمل تحليل بتاع سرطان البروستاتا هو ده اسمه بروستاتيك سبيسيفيك انجن بي اس اي ده كانسر بوست وده يونيك مفيش حاجه بتتفرز الا البوست فكل الرجاله بتعمله اكتر من 4 نانو جرام بير مليليتر تبتدي تاخد عينه البروستاتا وتشوف اذا كان عندك ورم ولا لا مش معناها ان عندك ورم ليه لو هو 10 مثلا يعني جات لنا حاله امبارح مثلا 10 نانو جرام زياده بس اللي يعمل كده انفلاميشن التهابات في البوست بتموت شويه خلايا فبتطلع منها البي اس اي في الدم انما لو لقيته عالي قوي بقى لا شوف لقيته 40 50 لا اخد عينه بقى من البوست اشوف اذا كان عندي ورم ولا لا. طيب في الاميونوجلوبولينز في الورم اسمه مالتيبل مايلوم اللي هو الانتي بوديز اللي هو سرطان البلازما سيلز بيعمل لك ايه ام يعني قوي الاميونوجلوبولينز لايك تشينز مالتيبل مايلوم وايه واضح ان انتوا التوتر بان عليكم انتوا لما دوزتوا خالص ها مش فاكرين المالتيبل مايلوم المره بتاع محمد فوزي اللي هو كذا حته في العظم اتاكلت لان البلازما سيلز اصبحت سرطانيه فبتفرز له الاميونوجلوبولينز بس كمان عملوه غلط اللايت تشينز ماسكين في بعض لما الجزء اللي هو ميس فولدنج والكلام ده. طيب في ال سي اي 125 ده اوفيريان كانسر ده مشهور بقى اي سرطان في الاوفر بيفرز سي اي 125 وفي كمان ال سي اي 199 بيفرز من حاجات كتير قوي كانسر كولون بانكرياس زي موضوع الكاسين امبريون انجل في سي اي اللي هو 199 لو انت عايز تنقي حاجات تحفظها سيبك من كل الجدول ده بص اتش سي جي طبعا تحفظ الالفا فيتو بروتين بي اس اي بس سيبك الباقيين دول مساهمين يوم الاحد سوري يوم الاربعاء بص بقى انا هبتدي محاضرات ايه؟ دور اشرح لهم سيركيليشن يوم الاربعاء عندي